الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الخير والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وأهلا ومرحبا وسهلا بكم في سادس أيام الأسبوع التربوي. سبحان الله، كنا بالأمس عم نحكي اليوم الأول ونحن اليوم في اليوم السادس، يعني الأسبوع يعني على مشارف الانتهاء. كنا في اليوم الأول مع الأستاذ حسين عبد الرازق وتكلم عن قضية تأسيس الأبناء والطلاب، ومن ثم استضفنا الأستاذ الحبيب الدكتور أحمد عبد المنعم وتكلم عن قضية الحيرة في التربية وأهمية الوحي في ضبط العملية التربوية، ومن ثم جاء الأستاذ أحمد دعدوش وتكلم عن قضية القراءة الواعية بين الهواية والغاية عند الأبناء، وجاء بعده الدكتور الحبيب الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي وتكلم في عنوان مهم للأمانة بعنوان مغالطات تربوية، كشف بعض المغالطات التي تقع فيها الأهالي وأهل التربية. وكنا أول أمس مع الدكتور محمد عز الدين حسونة وتكلم عن 10 أسئلة جالت في خطره عن عالم التربية. نقف اليوم إن شاء الله مع عنوان مهم ومهم جدا، ألا وهو تحديات التربية في الغرب. سبحان الله، كل اللايفات اللي كان في السابق كلها الخمسة كانت في نهايتها كل الأسئلة اللي ترد عليها جزء لا بأس به من الأسئلة، جزء لا بأس به من الأسئلة كان يأتي: كيف نربي الأبناء في الغرب؟ كيف نتعامل مع قضية تربية الأبناء في الغرب؟ أنا أسكن في كذا، أنا أسكن في كذا، أعاني من قضية اللغة، أعاني من قضية تعليمه مثلاً وجود الله، كذا كذا، كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ بإذن الله يعني أفضلنا مع دكتور أمجد الله يبارك فيه ويكرمه اليوم حلقة كاملة للحديث في هذا الموضوع. دكتور أمجد قرشة لا يخفى عليكم، يعني لا يستطيع، يعني لا يحتاج دكتور أمجد قرشة أن أقدمه أنا. قبل أن أعطي المايك للدكتور الله يحفظه ويكرمه، لأنه الأسئلة بتضل تتكرر بتضل تتكرر، شرح يعني كمان مرة لموضوع أكاديمية عون وما هي أكاديمية عون، لأنه البث اليوم مشترك، يعني الآن إحنا بنبث عبر صفحة دكتور أمجد قرشة وبنفس الوقت عم يبث عبر صفحة أكاديمية عون، فحتى الجمهور الجديد يعرف يعني ما نتحدث بهم. الأكاديمية باختصار هي أكاديمية من شقين: شق تربوي بشكل عام، من هاي المبادرة اللي أمامكم اللي هي أسبوع التربوي، يعني نحاول نفتح ملفات مختلفة كثيرة متعلقة بالتربية للأهالي وللمربين والمربيات والأباء والأمهات، وفي إن شاء الله هيك أكمل مفاجأة على الطريق للأمام. الشق الثاني وهو التخصص الأكاديمي تحديدا هو محاولة خلق أو إيجاد، حتى تكون أضبط الكلمة، إيجاد يعني محضن أو بيئة قرآنية تربوية للأبناء والبنات، وأنا أتكلم عن كل الأعمار، يعني كل الصفوف باللغة الأردنية من الأول للأول ثانوي، يعني ذكورا وإناثا إن شاء الله. وهذا أيضا سنقسم لشقين، عندنا شق واقع هنا في الأردن راح يكون عندنا موقعنا في الجاردز إن شاء الله، وكل تفصيل موجود على صفحة أكاديمية عون، والشق الثاني شق إلكتروني للأهالي اللي بتواصلوا معنا من كندا، من أمريكا، من الغرب، من لربما من خارج الأردن. يوجد شق إلكتروني للأكاديمية قام على إعداده، نحسبهم ناس من أهل الخبرة، وفيه من برامج التربوية والقرآنية شيء كثير. هذا باختصار مقتضب، أنا ما بدي أخذ من يعني من وقت الدكتور، والبد التفاصيل يدخل عبر صفحة أكاديمية عام وسجد تفصيلاً يعني مملاً إن صح التعبير. دكتور عبد القرشة الله يبارك فيك ويكرمك ويفتح عليك، وأنا سعيد باستضافتك للأمانة. الله يكرمك، تفضل، مشكور ومأجور. الله يجزيك يا أخ أنور، يعني أنا يعني مما يسعدني في البدء قبل أن أبتدئ بالبداية التقليدية شعور طيب، يعني ما شاء الله أن واحد يجد أحد طلبة النجباء المتميزين، لا نزكيك على الله، من خير الطلبة كلية الشريعة الذين أتشرف بأني درستهم يوما الآن يقدمني، وربما بعد فترة قصيرة جدا إن شاء الله أنت وأمثالك من الخيرين من طلاب وطالبات تقودون إن شاء الله مسيرة التوعية والتعليم في العالم، اللهم أمين. جزاك الله خير، شعور كثير مفرح، يعني صحيح مثل شعور تماما مثل شعور الأب لما يفرح بأبنائه ويشوفهم، يعني يعني رحم العلم، هذا رحم العلم طيب سبحان الله، الحمد لله. الله يجزاكم الخير دكتور، تعليمك والله الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله، جزاكم الله خير. الأصل دائما الذي أبتدئ به هو قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزا الله خير الجزاء الإخوة في أكاديمية عون والأخ أنور الله يكرمه وكل القائمين من الجنود المجهولين على أي عمل، وأتوجه بالدعاء أن يتقبل الله من كل أخ وأخت على كوكب الأرض ممن يحمل رسالة حب الله وحب دين الحق وحب نشر الخير وحب
الاتيان بقلوب العباد إلى خالقها، لأنه خلاصة رسالة الإسلام، خلاصة رسالة الإسلام، نحن قوم ابتعثنا الله، الذي قالها ربعي بن عامر من أعظم العبارات، من أعظم العبارات في تاريخ الإسلام. ربعي أمام رستم حينما سئل ما الذي أتى بكم قبيل البدء في معركة القادسية، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كل من يحمل هذا الفكر ويحمل قلبا محبا لأهل كوكب الأرض، ويحمل عقلا وقلبا ونفسا تسجد فقط لخالقها وتحب أن تعبد الناس فقط لخالقهم، لا لأهوائهم ولا لشهواتهم ولا لأحزابهم ولا لأوطانهم ولا لزعمائهم ولا لكل هذه التسميات، بل الله هو أولا وآخرا وقبلا، والباقي يأتي تبعا إن كانوا على منهج الله. من يحمل هذا الود لأهل الأرض عبر هذه البوابة أحييه، وأسأل الله أن يتقبل منه، أن يغفر له، أن يرحمه، أن يجعله قدوة، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى يوم القيامة. اللهم أمين. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم إخواني وأخواتي طبعا، وأحيي هنا الإخوة والأخوات عندي على الصفحة، أنا أبث مباشرة على صفحتي، حياكم الله جميعا أينما كنتم في بلاد الله الواسعة. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا شقيا ولا محروما. تحدي تربية الأبناء في الغرب، سأحاول الطرح، طبعا هذا موضوع كبير، لكن كما هي العادة والأسلوب الأكاديمي لابد من تقسيم المسألة، ولابد من مقدمة، لابد من تعريفات، لابد من توضيحات، ثم الاتيان على لب المشكلة. يعني سنتحدث عن جذور تاريخية توضيحية فيها بعض المفاهيم المعلوماتية العامة، وهي تؤسس جزءا من جذور الإشكالية، ثم نصف التحديات الحالية بأسبابها التاريخية وأسبابها الحالية، ثم نقدم بعض الحلول. إذن نحن أمام إلى حد ما طرح أكاديمي، تاريخ وجذور وأسباب، ثم وصف للواقع بربطه بجذوره، ثم تقديم لحلول، ثم تعامل مع شيء من الأسئلة إن بقي في ال... في في قدرة إن شاء الله على الإجابة على الأسئلة. طيب يا أحبة، الآن عبارة كيف نبي أبناءنا في الغرب، كلمة الغرب تذكر، ماذا نقصد بالغرب؟ هل الغرب كتلة واحدة كله؟ الجواب لا. الآن طبعا نحن غالبنا، أقصد الذين يتحدثون اللسان العربي، وغالبنا يعيش في الدول العربية، إذا ما أطلق الغرب كثير منا نقصد به أوروبا وأمريكا، لكن جيد قبل أن نتحدث عن أو أمريكا الشمالية بما يشمل طبعا الولايات الأمريكية المتحدة الأمريكية وكندا، وإن كان جزء من الغرب وهو منسي وكثير من الناس يتحدثون عنه، أمريكا الجنوبية أيضا، ويوجد فيها عرب ومسلمون منذ عشرات 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 السنين، ولهم مشاكلهم، ولكن ليسوا ظاهرين على السطح لاعتبارات كثيرة جدا. لكن كلمة الغرب إذا أطلقت بحسب يعني اطلاعي فيراد بها أوروبا، أمريكا، كندا في الأغلب، ومعظم من يتحدثون عن مشاكلهم وتحدياتهم في التعامل مع أبنائهم فهم إما يعيشون في بلد أوروبي أو في الولايات الأمريكية المتحدة أو في كندا. الآن قبل أن أتحدث عن واقع المشكلة، دعوني أعطي شيئا من الجذور التاريخية لتواجد المسلمين في هذه البلدان، لأن تاريخ تواجدهم له علاقة بطريقة ما بنوعية المشاكل التي يعاني منها، وهذا يساعدك على التفكير في الحل وينبهك للتخطيط للمستقبل. الآن الأقدم تاريخيا، إذا ما وضعنا أقصد تاريخيا أمريكا الشمالية بما تشمل أمريكا وكندا مقابل أوروبا، أوروبا طبعا الأقدم، وإذا ما قلنا أوروبا فأبرز الدول الأوروبية تاريخيا والتي فيها مسلمون منذ عشرات السنين فرنسا وبريطانيا. السبب الرئيسي لوجود المسلمين في فرنسا وبريطانيا أنها دول استعمارية احتلالية، جاءت فاستعمرت فقتلت
فاحتلت، فوصلت إلى مرحلة فرنسا وبريطانيا كانت تأخذ من البلدان المستعمرة أو المستدمرة أو المحتلة بعد الاحتلال والقتل والاغتصاب والسيطرة، كانوا يجبرون جزءا من أتباع هذه الدول على أن يكونوا جزءا في جيوشهم، لأنها دول احتلالية ممتدة. بريطانيا إلى حد ما كانت لا تغيب عنها الشمس، مع أن أصلها جزيرة صغيرة جدا في شمال أوروبا، لكنها احتلت دولا ما كانت الشمس تغيب عنها. فاحتلت فيما احتلت، احتلت جزءا من الصين وهي هونغ كونغ، واحتلت الهند، وتحت توجيهها انقسمت الهند وأصبح منها الهند والباكستان وبنغلاديش، واحتلت الخليج العربي، واحتلت فلسطين، واحتلت مصر، واحتلت لها احتلالات كثيرة. وفرنسا لها تواجد أيضا، احتلت وقتلت ودمرت في الجزائر وفي المغرب وحوالي 14 أو 16 دولة إفريقية. فالآن جزء، لاحظوا الجزء التاريخي هذا مهم، فالجذور لأصل الوجود قديمة لها عشرات السنين منذ أيام الاستعمار، وأصول بعض هؤلاء هم أصلا كانوا ضمن الدولة الاستعمارية الاحتلالية، كانوا إما جنودا ملزمين بالعمل أو يؤخذون عمال للسخرة والضغط لأجل العمل. هذا سبب. الآن هناك سبب كان أيضا سببا واضحا أدى إلى هجرة ضخمة جدا 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 برجاء وتوسل من فرنسا وبريطانيا قبل حوالي 70 عام، وهي نهاية الحرب العالمية الثانية. وهذه نقطة مهمة أن يتذكرها الناس. فرنسا وبريطانيا حينما أرادت ألمانيا أن تحتل أوروبا، تعرفون أن ألمانيا بفترة قصيرة جدا 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 احتلت فرنسا كلها، لما سيطرت عليها تماما. وهتلر كان يقصف ببريطانيا عبر بحر المانش بمدافعه الضخمة في ذلك الوقت، فحرق نصف مدينة لندن، وكادت بريطانيا العظمى كما يزعمون أن تسقط سقوطا تاما وتدمر، حتى دخلت الولايات المتحدة على الخط وأنقذت بريطانيا وأنقذت برئاسة وينستون تشرشل. في ذلك الوقت فرنسا تدمر منها ما تدمر، وفي ذلك الوقت بريطانيا تقريبا لندن العاصمة نصفها حرق ودمر. انظر لهذه المعلومة التاريخية حتى تعرفوا يا إخوة كيف الدول الاحتلالية ماذا تفعل. بريطانيا والملكة فيها في ذلك الوقت أطلقوا نداء يسمى نداء باسم الملكة إلى دول الكومنولث، الدول التي كانت تحت غطاء الاستعمار البريطاني، طلبوا من أتباعهم، طلبوا من الدول التي هم يستعمرونها أو يحتلونها، بأن عليكم واجبا لإنقاذ وإعادة تعمير الدولة الأم التي تدمرت. يعني أعلنوا بابا، لم يجبروا الناس لكن وعدوهم بالإقامات والجنسيات والحياة الرغيدة إن جاءوا. ركزوا معاي، كانت دول شبه مدمرة قبل حوالي 70 عاما، فطلبوا من الناس أن يأتوا إليهم كي يعينوهم في موضوع إعادة عمارة ما تدمر على يد النازية الألمانية الأوروبية. ففي جزء ضخم من هؤلاء المهاجرين الآن وصل عددهم يمكن 3 أو 3.5 أو 4 مليون في بريطانيا وحوالي 7 مليون في فرنسا، جاءوا بطلب ورجاء وتوسل من الدول نفسها ليأتوا لإعادة التعمير بسبب الحرب. تخيلوا هذه المعلومة ما أهميتها، طبعا لها أكثر من أهمية. من زاوية حينما يأتي متعصبون عنصريون طائفيون حاقدون ويقول أنتم جئتم أكلتم البلد وأنتم وأنتم، من لا يعرف التاريخ لا يعرف كيف يدافع عن نفسه. الواعي الدارس ينبغي أن يقول له اصمت واجلس، أنتم توسلتم لنا كي نأتي إلى بلادكم لنعمرها بعد أن تدمرت. هذا الجيل طبعا الذي ينبغي أن يدرك، لذلك يوجد في بريطانيا وفي فرنسا جيل ثالث وجيل رابع وجيل خامس، فهي خلطة، بعضهم من بدايات الاحتلال. يعني يوجد إخوة يمنيون أقرب من أبعد من ذلك، حينما كانت بريطانيا تحتل عدن وتحتل اليمن الجنوبي، ويوجد إخوة صوماليون منذ عشرات السنين قبل كل هذه الحروب.
فيوجد جالية يمنية ضخمة في بريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية، ويوجد جاليات ضخمة من الذي كانت تسمى الهند وبعد ذلك أصبحت باكستان، يوجد باكستانيون وهنود بعضهم عند الحرب العالمية الثانية وبعضهم. طب أنا ما الذي يهمني من هذا؟ ناحية فكرية، آلاف وملايين من أصول آلاف ذهبوا لإنقاذ تلك الدول، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى، وقبل ذلك كانت هذه الدول في صعود مادي واقتصادي وصناعي، فكانت تطلب اليد العاملة، تطلب اليد العاملة والمساعدة. فجذور، لاحظ، جذور الناس الموجودة في فرنسا وفي بريطانيا واللي هي جزء رئيسي من أوروبا تاريخيا، إما أتوا تحت السطوة عملهم أصولا كجنود أيام ما كانوا يحتلون البلدان ويستخدمونهم في استعمار الدول الأخرى، أو هذا طبعا الجد قبل ذلك بسنوات عم بتقدر، أو أتوا تحت موضوع الإغراء والضغط والرجاء لفرصة أفضل، أو أتوا تحت الرجاء والتوسل للمساعدة في تعمير البلد بعد أن احتلت ودمرت، وهذه تحت كل هذه الأسباب. طب ما الذي يهمني؟ يهمني أن هؤلاء الناس الذين ذهبوا بظروف أمنية وسياسية صعبة وظروف دمار صعبة، والذين ذهبوا للعمل، عمال بناء وعمال مصانع، فكثير منهم لم يكن مثقفا، ركز معي هنا نقطة مهمة، جذر تاريخي، لم يكن يحمل شهادات، لم يكن يتحدث اللغة، لم يكن عنده أمل أكثر من أن يعمل لسنوات يجمع مالا ويعيد بناء بعض البيت أو يزوج أولاده أو بناته أو يبعث لأهله أو يساعد أهله. في فرنسا وبريطانيا أصول كثير من الجاليات جاءت بهذه الطريقة، فلك أن تتخيل كم جيل جلس، وبعضهم، وأنا شخصيا رأيت بعض هؤلاء، رأيت أنا وسمعت عن أناس في بريطانيا قد أمضى ما يقرب من ما يزيد عن 50 عاما في بريطانيا من أصول يمنية ولا يتحدث اللغة الإنجليزية، فقط من المصنع إلى بيته، وكان يبعث الأموال إلى أهله، هو لا يفكر أصلا. لكن ما الذي حصل يا أخوة؟ هذه الجذور تعطيك سبب لماذا البيئات التي يجلس فيها المسلمون في فرنسا تخصيصا وأقل منه بريطانيا بيئات مكتظة وفقيرة ويغلب عليها مشاكل اجتماعية كثيرة، هذه جذور وجود كثير منهم. فرنسا يضاف عليها الفصل العنصري البغيض والحقد الطائفي البغيض، ففعلوا ووضعوهم في بيئات مقيدة بشكل كبير جدا. في بريطانيا أقل هذا الموضوع، لكن تجتمع بالصورة العامة. أما أتينا إلى أمريكا، الأمريكا اختلف الوضع. أمريكا أصلا قبل الحرب العالمية الثانية، أمريكا الشمالية الولايات المتحدة ما كان لها تقريبا لا سمعة ولا وجود. أمريكا لب العمل الإسلامي والجالية المسلمة التي تتحدث وتدعو وتفعل بنيت، ركزوا على من، بنيت على الطلبة، الطلاب الذين كانوا أهلهم يبعثونهم للدراسة، ولبهم تأسس تقريبا في السبعينيات، فنحن نتحدث عن 50 سنة فقط، بينما ذهبنا لبريطانيا وفرنسا نتحدث عن عشرات أكثر، 70 و80 و90 و100 سنة وأكثر. أمريكا 50 سنة، من اللب؟ الطلاب. أي طلاب؟ طلاب ذهبوا لدراسة البكالوريوس، وبعضهم أكمل الماجستير، وبعضهم أكمل الدكتوراه. هؤلاء ذهبوا فدرسوا، نتيجة الدراسة حصلوا شهادات، لذلك الآن تنظر إلى العمل الإسلامي ومشكلة الجالية المسلمة، وتنظر إلى إشكاليات المجتمعات المسلمة في أوروبا وتخصيصا بريطانيا وفرنسا واكتظاظهم وأعدادهم، والبيئات التي يعيشون فيها تختلف تماما عن البيئات التي يعيش فيها الأمريكان. المسلمون في أمريكا بعملهم الواعي والسياسي والفكري عالي جدا جدا جدا، بدليل الآن يوجد منهم نواب ونواب مقاطعات، ابتدأت بعمل أكاديمي علمي، ابتدأت بجالية قوامها وأصلها في الأغلب طلبة علم، بعد فترة قصيرة أصبحوا مقتدرين في الثمانينيات، فأسسوا ما بين العمل السياسي والفكري والعلمي، فأصبح لهم وجود وعدد وقوة فكرية نسبية، يختلف عن كندا. كندا إلى عهد قريب جدا نسبيا كانت سمعتها عند الناس بلد كلها ثلج، ما كان يحب الناس الذهاب إليها أصلا، وما كان يذهب منها إليها إلا مغامر مجرب
لسبب ما قدره دفعه إلى كندا. الصورة أنها بلد كلها ثلوج، كلها برد، فقلة قليلة كانت تذهب. فالآن تيجي بتنظر للجالية في كندا، بتختلف عن أمريكا، بتختلف عن أوروبا. الجالية الكندية عم بحكي تاريخيا قوامها المقتدرون من رجال الأعمال مش الطلاب، ركزوا معاي. كندا أصل تأسيس قوة الجالية فيها رجال أعمال مقتدرون، عندهم بزنس، يعيشون حياة طيبة رغيدة، وكثير منهم كان في الخليج ومقتدرا إما في بلده أو في الخليج وهو من بلد آخر. فتحت أبواب الجنسية لما يسمى البروفيشنال سكيلد بيبل، اللي عندهم مهارات وشهادات واقتدار مادي يصرفون على أنفسهم. فجاءت الأجيال الكبرى، جاءت ومعها عمل وشركات وبزنس وعندهم اقتدار مالي، فاشتروا بيوتا وجلسوا في أماكن طيبة ولهم أعمال وأسهموا، بل كانوا من بداية وجودهم يدفعون الضرائب. فانظر إلى الاختلاف الكبير جدا بين فرنسا، بريطانيا، أمريكا، كندا. طيب بإيش ممكن يساعدني؟ هذا بيساعدك طبعا الأعداد، أعداد المسلمين في فرنسا ضخمة جدا، أقل منها نسبيا في بريطانيا. بالنسبة لأمريكا صح يوجد حوالي يمكن 7 مليون، لكن نتحدث عن حوالي 350 مليون، فأعلى نسبة مسلمين هي في فرنسا، لكن جذورها التاريخية في مواقع مهمشة، جيتوز، أحياء مغلقة يعتدى عليهم، يتصرف ضدهم بالتعصب، جذورهم التاريخية، آبائهم وأجدادهم كثير منهم جاءوا للعمل فقط، بعضهم ربما لم يتقن اللغة الفرنسية والإنجليزية إلا بعد سنوات، أولادهم تربوا في بيئات صعبة جدا ولم يخرج من هذه البوتقة إلا القليل. هذا يعينك على أن تعرف وعي فكري تاريخي تواصل، لماذا نوعيات المشاكل هناك تكون إلى 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 آخره. الآن هذا ما، طب بما يعينني هذا التاريخ؟ هذه معلومة طبعا عندي. أمريكا الجنوبية، للأمانة أمريكا الجنوبية يوجد فيها جاليات عربية مسلمة وتحدي أقدم من كل هذا، وخاصة من الإخوة اللبنانيين تخصيصا ثم الفلسطينيين، وأقدم ربما من ذلك. معلوماتي عن أمريكا الجنوبية ضعيفة جدا جدا جدا، لذلك بين قوسين كما نقول باللهجة الأردنية لا أريد أن أخبص. قلة الداتا عندي عن أمريكا الجنوبية لن أدخلها في معادلة اللهم صل على سيدنا محمد الحديث. هذه نظرة سريعة بشكل عام تعينك على معرفة الجذور التاريخية لتواجد المسلمين، وهذا ربما يعينك على معرفة الفتوى الشهيرة للسماح للمسلمين في موضوع الذي قام بها المجلس الإفتاء الأوروبي حينما كان برئاسة الشيخ القرضاوي جزاه الله خيرا قبل حوالي 30 عاما يقل أو يزيد، حينما أصدروا الفتوى الشهيرة للسماح للمسلمين بالغرب بشراء البيوت عبر ما يسمى المورتجج أو الشراء بالتقسيط الربوي. كان سبب طبعا قبل ذلك الفتوى المشهورة لا يجوز يبقى الكل مستأجر إلى آخره. سبب الفتوى كانت حسب ذاكرتي إنه كانت الأسئلة ترد من فرنسا تخصيصا الذي اشتهر فيها الأحياء الفقيرة جدا، أحياء فقيرة تعني بالمفهوم الأوروبي الاحتمال الأكبر مخدرات، وبعيد عنك دعارة أو عصابات، عصابات إجرام، دعارة، مخدرات. فأصبح بعض المسلمين المحافظين الذين يريدون الحفاظ على دينهم أمام واقع يكاد تكون النتيجة معروفة. إذا بقيت أنا في هذا الحي الذي هو مليء بالفقر ومهمش منذ عشرات السنين لدوافع عنصرية وطائفية، ابني أو بنتي سيذهب إما مع العصابات أو العياذ بالله في الدعارة أو العياذ بالله بالمخدرات. النتيجة حتى أذهب إلى بيئة نظيفة لا أستطيع إلا أن أخذ قرضا من البنك. لذلك من هنا لما درس المجلس الأوروبي للإفتاء واقع المسلمين في أوروبا وعلى تخصيص فرنسا تخصيصا، النتيجة كانت شبه محتومة. بقاء المسلم في تلك البيئة، ابنه وبنته ضاع شبه يقيني إلا برحمة من الله. فأعطوهم الفتوى أن تشتري البيت حتى لو بالأقساط الربوية، لأن هناك سببا أكبر وهو الحفاظ على عرضك وشرفك وكيانك ودينك وكل هذه الأمور بسبب البيئة الموجودة وإلى آخره. هذا يعطيك فكرة
عن الأمور التاريخية. برجع بقول وضع المسلمين في أمريكا وفي كندا يختلف كثيرا، يعني حجم الحريات، حجم الوعي، حجم القوة الفكرية والقدرة على الحركة والانتشار والمناصب والقدرة المالية أعلى بكثير. وهذا قد يبرر لكم سبب أن الهجوم الواقع على المسلمين في فرنسا وعددهم حوالي 7 مليون، وكل حجم الحقد الذي نراه من الداخل، عدد من يخرجون للإعلام ومن يقومون بالقوة الفكرية والتحريك السياسي والإعلامي ضعيف جدا حتى عندهم أنفسهم، بينما كثير ممن يتولى قضيتهم يوجد في بلدان أخرى، طبعا لها أيضا علاقة بطبيعة التشدد في البلد وطبيعة الحريات. هذا عبارة عن عرض سريع، فكرة هكذا فقط، توعية بسيطة، ولأن كان الأمر أكبر من ذلك بكثير. طيب ننتقل إلى النقطة التي هذه جذور تاريخية عامة تصف فقط كيفية التواجد التاريخي في الأصول في هذه البلدان. طبعا هذا يعين بأن جيلا بل وجيلين بل ربما أن 3 أجيال من المسلمين في بريطانيا وفرنسا كان همهم الوحيد والأكبر فقط العمل ولا يتحدث حتى اللغة، فبالتالي لم يكن سهلا عليهم أن يعوا التخطيطات الفكرة الكبرى والاستراتيجية والسياسية، والكثير منهم لم يكن يتقن اللغة أصلا، لأنه عنده لا يريد أن يعيش في بلاد غير المسلمين، هو ذهب كما نقول يحوش قرشين ويبني بيوتا لأولاده وبناته ويزوجهم ويطمئن، وإذا مات يطمئن أنه قد زوج أبناه وبناته. هذا دعا على أن الذرية لم يكن في أولى أولوياتهم التثقيف والعلم، وإن كان في الأخير الآن الأجيال، مثلا المسلمون من الهنود الآن يوجد منهم الجيل الخامس في بريطانيا، هؤلاء يكادوا لأنهم الأوعى والأكثر والأقدر خرجوا من البوتقة منذ زمن لا بأس به، وسبقوا كثيرا من العرب، فأصبح منهم الآن أصحاب الشهادات والمثقفون إلى آخره. لكن جيد، نعرف أن المسلمين ليسوا كتلة واحدة، ولم يأتوا من خلفية واحدة، ولم يأتوا بوقت واحد، وظروفهم التاريخية والأمنية لم تكن واحدة. هذه ملف نغلقه، ننتقل إلى النقطة التي تليها. النقطة التي تليها بعد ذلك، خلينا نقول قبل حوالي مثلا 50 سنة، 50ينيات 60ينيات تقريبا، صار في عندي إنجاز التعبير تواجد آخر جديد لتلك البلدان، سواء أمريكا أو أوروبا، وتخصيصا بريطانيا وفرنسا. كانت في ذلك عندنا تحولات فكرية ومعارضين سياسيين ومشاكل وقلاقل في بلادنا، تعرفوا لما صارت القومية العربية والبعثية والاشتراكية والقطرية، حزب البعث وحزب الكذا وحزب الوفد والناصرية، هذا أيضا أدى إلى قلاقل أمنية ومعارضات سياسية، وكثير من الناس أيضا هاجروا وهربوا لاعتبارات أمنية وسياسية لها دخل ببلداننا، فجاءت موجات أخرى أيضا من العرب مسلمين وغير مسلمين، وإن كان يغلب على هذه الهجرات في ذلك الوقت عدم التزامهم بالدين ومش سائلين أصلا في الوضع كما هو الحال. يعني مثلا الأخوة اليمنيين الذين كانوا في عدن في اليمن الجنوبي غالبهم كانوا اشتراكيين يعتقدون الفكر الماركسي، هؤلاء حينما ذهبوا إلى بريطانيا هم يمنيون شيوعيون ماركسيون اشتراكيون لا علاقة لهم بالدين، وترى مسلمين من اليمن الشمالي من أشد الناس التزاما ودعوة العمل الإسلامي، فأنت ترى يمنيا شيوعيا اشتراكيا ماركسيا بسبب أنه جاء إلى بريطانيا تحت من عدن واليمن الجنوبي، وترى من اليمن الشمالي بعد ذلك من جاء وكان ملتزما محافظا ملتزما، فما في شيء اسمه وهؤلاء جاءوا قبل هؤلاء، هؤلاء بعد هؤلاء وإلى آخره. فهذه الخارطة الفسيفسائية الكبيرة جدا من علم بها على الأقل يستطيع أن يستوعب طبيعة العلاقات والجذور التاريخية، هذه واحدة. والثانية الآن نقفز إنجاز التعبير إلى المراحل ما قبل حوالي 30 و40 سنة، أنا ابتدأت حوالي 190 عم بتدرج تاريخيا. الآن
بالثمانينيات، سبعينيات، ثمانينيات، تسعينيات، بشكل عام صار في رغبة شديدة جدا بسبب الازدهار، الازدهار في بريطانيا، الازدهار في فرنسا، الازدهار المادي، الازدهار السياسي، الازدهار إلى آخره في أمريكا وفي كندا. أبرز المظاهر كانت من الناحية السياسية والفكرية ما يسمى بالعلمانية أو العالمانية أو العلمانية حسب استخدامات الناس، وفي مقابلها ما يسمى بالديمقراطية. الآن هذه الموجة التي جاءت في هذا الوقت، إنه كثير من بلداننا لأسباب مالية وأسباب يعني هربا لبحث عن فرصة أفضل، طبعا زي ما قلت في اضطهاد فكري أمني، بلد بيكون فيها مثلا نظام اشتراكي ماركسي زي سوريا مثلا على سبيل المثال، فالمعارضين بتلاقيهم بالآلاف كلهم راحوا يا أمريكا يا بريطانيا يا فرنسا. نفس الشيء في العراق، برضو نظام بعثي اشتراكي. نفس الشيء صار في مصر، نفس الشيء صار مثلا في الجزائر، في تونس، إلى آخره حسب البلد. فالآن صار عنده، لكن كان في شيء جديد الآن تطور أكثر في الدول الغربية بالعموم، بالعموم إنه صارت متميزة بما يسمى بالعلمانية والديمقراطية. مظلة علمانية وديمقراطية من الجاوية السياسية في مرونة أكثر من بلدانهم اللي أتوا منها، وفي نوع من المرونة الاجتماعية وعدم التدخل بخصوصياتك كمتدين أفضل من بلدانهم. هل هنا في 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 نقطة فكرية خطيرة جدا تفوت على كثير من الناس. بعض الناس بيقول لك يا أخي اطلع، شايف، شفت العلمانية ما أحسنها، شفت العلمانية ما أرقاها، شفت. يا أخي الكريم، هي مشكلة الكبرى كانت ليست في أن العلمانية أحسن من الإسلام، لا، هي بلداننا بشكل عام الإسلام مش مطبق فيها أصلا. احنا بلداننا كثير منها او بعضها كان يطبق فيه انظمه اما انقلابيه او قمعيه او شيوعيه او ماركسيه او دكتاتوريه او علمانيه متطرفه، تحرم الاخر من حقه في الوجود وفي الحجاب وفي اللباس وفي كل شيء، فهربوا الى بلد وضعها مقارنه بالقمع في بعض بلادنا، مقارنه بالدكتاتوريه في بعض بلادنا، بالمعنى البشري كانت جنه. فهنا لازم نعرف انه لما هربوا فعلا هربوا من قمع في بلادهم، هربوا من تضييق، هربوا من منع حرية الرأي. بالمقارنة نعم، دول الغرب ومنها بريطانيا وامريكا وكندا حرية التعبير اعلى بكثير من، مش من الاسلام، ما في اسلام مطبق اصلا، من انظمة عربية ما بين الشيوعي على دكتاتوري على قمعي على انقلابي على اخي. فانت لما تطلع على شيء تحت الصفر بدرجات وتقارنه بشيء فوق الصفر بدرجات، بدك تشوف هذا جنة، شيء طبيعي جدا يعني. فأرجو تصحيح الفكرة. فجاءوا إلى هذه البلدان كما قلت، ما بين طلب إلى علم إلى دراسة إلى هرب بجلودهم من أنظمة قمعية، جاءوا إلى مثل هذا، وكان التحدي ضعيفا نسبيا. ليش التحدي كان ضعيف؟ لاحظوا كيف أعدادهم قليلة نسبيا، متقاربون من بعضهم، كل جالية بتكنكن كما نقول على بعضها. الأنظمة الديمقراطية والعلمانية الآن من حيث المبدأ والظاهر سياسيا ما تمنعك من التعبير عن رأيك، وعلمانيا مش لأجل سواد عيونك، هي لا تتدخل في الأمور الشخصية للدين، فهي ترك الملحد والمسيحي واليهودي، فأنت طلع نصيبك مع هالمجموعة. خلال هذه الفترة ثمانينيات تسعينيات تقريبا إلى 2000 العشرين 30 سنة كانت فترة ذهبية. مين أكثر ناس استفاد من هذا الموضوع؟ دير بالك، هذه ليست منا، من أحد على أحد، إنما ظرف تاريخي حصل، إنه وأكثر الناس اللي بيخافوا على أولادهم وتربيتهم هم المسلمين الملتزمين، فنشطوا في موضوع مراكز ومؤسسات وتعليم لغة عربية وتكاتف وإلى آخره، فصار في عندهم تكتل لا بأس به، صار في عندهم لغة لا بأس بها، صار 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 صار. ولكن هذا الظاهر اللي احنا بنشوفه، في جانب آخر كان مش مشهور لأنه ما في سوشيال ميديا، مش مركز عليه، لكأنه كان الأولوية إني أنا فلان معارض كان سيقتل في بلده، ففكرة إنه يجد مكان يعبر عن رأيه ويشتغل ويجيب فلوس أحسن وعنده يصير مركز إسلامي مقارنة ببلده الذي يقمعه ويقتله ويسحله ويغتصب زوجاته وابنته، يعتبر جنة. ما أحد كان ينظر للتحدي الفكري، التحدي الأخلاقي، يعتبر شيء طبيعي في المجتمع على المسلمين وعلى غيرهم. أقصد مثلا تحدي العلاقات بالجنس الآخر، تحدي شرب الخمر، تحدي الحرية الشخصية، تحدي الإباحية، كان موجودا في المجتمعات لكن لم يكن طاغيا
وضاربا في الجذور على المسلمين الذين ذهبوا، لأن التحصين، لأنه معظم الذين ذهبوا في السبعينات والثمانينيات والتسعينيات أصلا جاءوا محصنين، جاءوا هاربين بدينهم، جاءوا خائفين مما فقدوه، مقدرين لكل شيء أمامهم، فقاموا بأدوار لا بأس بها. الآن حصل عندي الآن، لاحظوا، من نهايات التسعينيات إلى الآن فإحنا نحكي على حوالي 25 سنة، وشفت ضخمة جدا حصلت من سبتمبر 11، زائد دخول ما يسمى السوشيال ميديا والتكنولوجيا من سبتمبر 11، وطالع تغيرت كثير من الأمور. الآن أصبح في عندنا راحة وسلاسة وطمأنينة عند كثير من المجتمعات المسلمة، وبالذات اللي ذهبت إلى بريطانيا وأمريكا وكندا، صار في عندي الجيل الثاني والثالث في جو مريح أمنيا، فكريا، ماليا، بل معظمهم ارتاح ماديا، وخاصة في أمريكا وكندا. فبعد أن كان هاربا من بلده أو خائفا على قتل نفسه وبالكاد يعمل، أصبح صاحب فلل وأصبح صاحب أموال وأصبح صاحب، فأخذوا ارتاحوا الآن. ولد الجيل الثاني وربما الثالث في بيئة مرتاحة، اللغة الإنجليزية هي الأصل، الثقافة الغربية هي الغالبة. فلما ظهر الجيل الثاني والآن عم بيظهر، وظهر الجيل الثالث، فأصبح الجيل الثالث لهؤلاء الآن عمره 15 17 و18، لا يعرف عن بلده التي قد تكون فلسطين أو الأردن أو العراق أو سوريا، إلا أنه جده من سوريا، لكن هو ثقافته، لغته، أحاسيسه، مشاعره، أولوياته غربية. الآن ابتدأ تمايز خطير جدا في المجتمع. غالبية المسلمين لأسباب عديدة جدا يتساهلون ويذهبون إلى ما يسمى البابليك سكول، اللي هي المدارس العامة. من ناحية بشرية ومادية في مشكلة، اللي وضعهم المادي مش بزيادة بيضطروا طبعا، لأنه ما بيقدروا يذهبوا للمدارس الإسلامية لأنها غالية الثمن. في المقابل طبعا هذا التحدي اللي عم بقول لكم اياه في السنوات الاخيره جدا جدا، انا نسيت اذكر لكم الان انه في وجبه من الهجرات الضخمه جدا اللي جاءت الى هنا نتيجه العوامل السياسيه في العشرين سنه الماضيه، اللي هو على راسها الاخوه في العراق كان الله في عونهم، من بدايه ال 91 واطلع، ما بين دخول العراق الى الكويت، ما بين مجيء الامريكان، ما بين دخول امريكا على العراق واحتلال الامريكي للعراق من 2003 فصاعدا، الاف هجروا وذهبوا من المسلمين وغير المسلمين، من السنه ومن الشيعه، فهؤلاء توزعوا بالعالم بعدها بسنه، وطبعا وقبلها وبعدها واثناءها عندنا الشعب الفلسطيني الذي ينتقل من بلد الى بلد، يكون في بلد تحصل كارثه في بلد فيتم طرده من بلد الى بلد ومن بلد الى بلد، وهؤلاء ربما الاكثر تواجدا على موجات وهجرات مختلفه والى اخره. والان لحق بالركب كان الله في عونهم مع ظلم الشعوب العربيه والمسلمه الاخوه السوريين. فالان صار في اصبح عندي وجود ديموغرافي بمكون بعشرات الالاف بفترة قصيرة جدا جدا، جاءوا اللي هم الأخوة السوريين، الآن عشرات الآلاف من السوريين وربما قد يصل إلى مئات الآلاف موجودين في أمريكا وفي كندا وبعض الدول الأوروبية غير فرنسا وبريطانيا، من مثل فنلندا والدنمارك والسويد وألمانيا. هؤلاء خرجوا نتيجة التهجير والاغتصاب والقتل والذبح والكيماوي، فآلاف مؤلفة لهم من متوسط 9 سنين وثمان سنين انتشروا في دول أوروبا بشكل أكبر وأمريكا أقل، وبعد أوروبا تأتي كندا. عشرات الآلاف جاءوا بأطفالهم اللي كانوا قبل 7 سنين وثمان سنين وخمس سنين أعمارهم 9 و10 و11، هذه ظاهرة جديدة الآن. كثير من أطفال السوريين الآن اللي خرجوا من الحرب قبل متوسط 9 سنين إلى سنتين، وأولادهم متوسط أعمارهم بين 9 و7 و10 و8 الآن مراهقين أو شباب. معظم هؤلاء، لاحظ، معظم هؤلاء الأطفال خرجوا من جو حرب ومعاناة وضرب وقتل، لقوا أنفسهم في ألمانيا، في الدنمارك، في السويد، في كندا، في بيئة ومنظمات ترعاهم ومدارس ترعاهم، وهنا دخلوا خلال سنة وسنتين أصبحوا يتكلمون اللغة السويدية، اللغة الفنلندية، اللغة الألمانية، اللغة الإنجليزية، وآبائهم وأمهاتهم لا يتكلمون باللغة. فالجالية السورية أكثر جالية
عانت معاناة الفصل الشديد لأنهم هجروا بعشرات الآلاف، إن وجدوا في بلد غربي فتحت لهم أبوابها، أولادهم ذهبوا إلى المدارس، خلال أشهر الأطفال التقطوا اللغة، دخلوا في الثقافة، والآباء والأمهات جاي من جو حرب، كثير منهم يحتاج أصلا لعلاج نفسي لأمراضه، الوضع المادي لاجئ، بالكاد يبحث عن لقمة العيش مع مساعدة الدولة، فانفصل ماديا فكريا لغة، حتى ابنه بعد سنتين أصبح يتحدث لغة البلد، والأب لا يستطيع مجاراة ابنه لا في الشارع ولا في المدرسة ولا يعرف. خلال سنوات قليلة شهدنا بأم أعيننا آلاف السوريين أولادهم أصبحوا جيل كامل بفكر وتأثر غربي، والآباء شبه لا علاقة لهم بأولادهم. هذه حالة كثير خاصة لكنها تنطبق على عشرات الآلاف، فتخيل الخلطة التي أتحدث عنها. عندنا السوريين الذين هجروا، عندنا قبلهم العراقيون، وعندنا قبلهم وبعدهم وأثناءهم الفلسطينيون. طبعا هذا جزء من الهجرات، لذلك موجود فئات عديدة تأتي من خلفيات عرقية أو وطنية لأسباب، وكل واحد عنده مشاكله. however هاي الخلطة كلياتها تخيلوا موجودة في الغرب. فحصل عندنا سبتمبر 11 اللي هو ب 2001، قبل تقريبا 20 سنة، والمزعوم على انه مجموعة عربية من السعودية فعلت ما فعلت، وتعرفوا قديش في علامات استفهام على موضوع المؤامرة في الموضوع، وقديش 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 في الموضوع. لكن بعد سبتمبر 11 حصل تغيير جذري ضخم جدا. مجرد ما هذه اللعبة تمت واقناع العالم بانه المسلمين مسؤولين، وحتى لو كان فعلا فعلوها هؤلاء الناس، حاسبوا هذول الناس، البقية المساكين ايش دخلهم؟ المهم استثمرت حادثة سبتمبر 11 لنشر قوي جدا إعلامي غربي على رأسه أمريكا في تشويه صورة المسلمين، فأصبحوا مهددين، أصبحوا بخطر، أصبحت الحجابات تزال في الشارع، قتل منهم ناس، ضيقت علي مراكزهم مساجدهم، وأصبح موضوع الإسلاموفوبيا وكره المسلمين بشكل حاد ارتفع بشكل جدا. من أمريكا تأثر جزئيا فيه الناس في كندا، لكن بكندا أقل بكثير، وأثر على أوروبا. لاحظوا هذا من 2001 وإطلع. فيبدو الخطط المؤامرات العالمية أرادت أكثر من ذلك. هلأ تزامن، لاحظ 2001 وطالع، تزامن مع احتلال أمريكا العراق وضرورة تشويه صورة الإسلام والمسلمين، فمع موضوع سبتمبر 11 اشتغلت الماكينة الإعلامية في تشويه صورة الإسلام والتضييق على المسلمين ومشاكل الضغط عليهم والتدخل في حياتهم ومساجدهم ومراكزهم بشكل عام في الغرب. دخل على الخط خطة مؤامرة جديدة لتقييد الفكر وتضييع الأولاد وإلى آخره، اسمها صناعة الإرهاب عبر بوابة اللي سموها آيسس أو داعش، كانت بصناعة مخابرات سورية خطة محكمة وبرعاية إيرانية ثم بعض الدول الغربية لصناعة البعبع المشوه والمشوه برعاية ومباركة عدة دول غربية، وصناعة وتصميم سوريا وإيران ليشوه صورة الإسلام زيادة تحت موضوع داعش وآيسس. أصبح الإسلام رعبا بعبعا، أصبح التدخل في الدعوة للإسلام واللغة العربية في الغرب أشرس وأقوى وأعلى وأشد، والهجوم أكبر، أصبح الخوف على الهوية والتحرك أعلى وأشد بشكل رئيسي، كان بأمريكا أكثر. فرنسا هذا عمر ما تحسن أصلا طول الوقت، لكن اللي كان أطرى وأنعم وأخف نسبيا بريطانيا وكندا. هذه الخلطة كلها حطوا لي خط متوازي، دخلنا قبل متوسط تقريبا 15 سنة بقوة على عالم السوشيال ميديا، الفيسبوك والتويتر والمش عارف ايش وكذا الى اخره، 15 12 10 9. دخلنا قبل كم سنة عالم الواتس اب، صار العالم قرية واحدة مع هجرة، قبلها هجوم اعلامي على الاسلام، اوريدي تواجد فيزيكالي في عدة دول، حجمة اعلامية شرسة من 2001 وطالع، ثم ازدادت بال 2003، ثم ازدادت بسبب صناعة داعش المؤامراتية على التشويه على الإسلام والمسلمين. دخل على الخط وتزامن، نسيت أقولكم، تزامن مع سبتمبر 11 هجمة شرسة على الإسلام من الملحدين. الملحدين بحياتهم ما كان عندهم القوة الإعلامية ليهاجموا الإسلام عالميا، لأنهم حملوا الإسلام مسؤولية سبتمبر 11 للأسف. فصار
شراسة الهجوم على الإسلام من بوابة التطرف بعض المتطرفين العلمانيين مع الملحدين المتطرفين أعلى بدرجات. جاءت السوشيال ميديا فتحت بلاتفورم للهجوم بكل اللغات وضرب الإسلام عبر السوشيال ميديا، فصار الهجوم والضخ الفكري والإعلامي عبر السوشيال ميديا مع التراكمات السياسية والفكرية عالي جدا. حجم الاختراق أعلى، حجم الهجوم أعلى، أصل البيئة اللي كانت إلى حد ما خطرها نسبيا قد يظن أنه قليل صارت عالية جدا جدا جدا. هذا التسلسل الفكري والسياسي والعلمي والجذور كلياته أدى إلى أنه الواقع الحالي بالغرب عموما، ها هلا الآن خلصت تقريبا خلينا نقول 70% مما أريد قوله. هلا لازم بس أطري حلقي وأعطوني ثواني بس. تحت كل هذه التسلسلات التاريخية الآن مع وجود زي ما قلنا السوشيال ميديا، وهي شفنا بعينينا موضوع فرنسا. فرنسا مثال حي وواضح على موضوع التآمر على الإسلام والمسلمين. يزعمون حرية الرأي، يزعمون الحرية، يزعمون حق تعبير على الرأي، ومع ذلك وفقط ضد الإسلام وضد المسلمين. يعني كلنا شاهدين، يعني فرنسا قدمت لنا خدمة إنه نتحدث عنه نظريا. بنقول بعض الجهات الغربية فعلا تحقد بفكر طائفي حاقد وتاريخي حاقد وليسوا صادقين، هي جابت لنا الدليل. عينك عينك، هي بعينك شايفه. طب بدنا ننتقد الشغلة الفلانية، لا ممنوع بالقانون. طيب ما هي حرية رأي، لا ممنوع. طب الإسلام حرية رأي، تسب على نبي الإسلام حرية رأي. طب أنتقد الشغلة السياسية، السياسي تبعك فلان علاقة، ممنوع. طب أعمل كاريكاتير على رئيس دولتك، ممنوع. طب يا عمي حرية رأي، لا ممنوع بالقانون. طيب نستهزئ بالإسلام، صح بكذا. هاي بعينكم صرتوا شايفين إنه الإسلام مستهدف مستقصد. طيب هلا هذا نترك كله على جنب، هلا انسوا البعد السياسي والفكري والأمني والإعلامي. بدي أجي الآن لملف إشي اسمه نمط الفكري المؤسس لنمط التفكير في الغرب عموما. الغرب عموما يقوم على قواعد كبيرة جدا، أساسها الكبير عام العلمانية ماشي والديمقراطية. هلأ هذا يتناسب مع سياقهم هم، فعلا يتناسب مع تاريخهم، لأن الغربيين بعامة عانوا خاصة في أوروبا من الكنيسة معاناة كبيرة جدا. فالدين بالنسبة لهم بجذوره التاريخية في مشكلة. واللي حابب يقرأ عن مارتن لوثر وقصته مع الكنيسة الكاثوليكية في بدايات القرن السادس عشر، ردة الفعل تجاه الدين والتدين، واللي حابب يقرأ عن الثورة الفرنسية واللي قامت ضد الأنظمة الملكية الحاكمة وضد الكنيسة، لدرجة أن شعار أو أحد أشهر شعارات الثورة الفرنسية كان هو شنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. تخلصت أوروبا بالثورة الفرنسية التي ابتدأت 1789 وانتهت 1998 بالقضاء على منظومة الأحكام الملكية الدكتاتورية والملوك الإقطاعيين ومنظومة سطوة وسيطرة الكنيسة، وليس القضاء على الكنيسة وإنما تحجيمها لجعل الدين عبارة ممنوع الدين يتدخل في السياسة، ممنوع الدين يتدخل في الاقتصاد، ممنوع الدين يتدخل بالحياة الشخصية، ممنوع مبديع. فطلعوا طبعا اسمها العلمانية. هذه تطورت وخرج من تحت بوتقتها إلحاد منظم، خرج من تحت بوتقته إباحية، خرج من تحت بوتقته أركان اسمها تقديس الحرية الشخصية، نتج عنها جسدي حقي و و وأمور فكرية كثير جدا وجودية وإباحية وإلى آخره. هذا منظومة عامة جدا هم يعيشونها بتناسق وتوافق مع السياق التاريخي الذي عاشوه بسبب نمط التدين الذي عانت منه أوروبا. وابتدأته فرنسا كما قلنا بالثورة الفرنسية ضد الدين وضد الأحكام الملكية، وانتشر عبر أوروبا ثم جاء إلى أمريكا ثم انتقل في أمريكا الشمالية إلى 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 آخره. الآن فالآن نمط العيش الغربي من أكبر تحدياته بالنسبة للمسلم أن الحريات الشخصية سقفها عالي جدا، بما يشمل ما قد يسمى أو ما قد يعتقده المتدين بأنها محرمات بالمنظومة الغربية هي حرية شخصية، سواء الشذوذ الجنسي، العلاقات بالجنس الآخر، فكرة الزواج، فكرة إنه الإمرأة تعيش لوحدها، تعاشر من تشاء، تصاحب من تشاء. هاي بمنظومتهم الفكرية الثقافية شيء متقبل تحت منظومة علمانية لا دينية. حرية شخصية أصبحت أركان.
الآن من الذي يتأذى ويتضرر من هذه المنظومة الفكرية إذا دخلت عنده؟ المسلمين. طيب وين واحدة من هلأ في عندنا شقين، هذه المنظومة هي مش بس مؤثرة على أولاد المسلمين في الغرب والتحدي التربية، لا لا لا، هذه المنظومة عم بتأثر على العالم كله، حتى أولادنا الموجودين في الدول العربية الإسلامية. يعني الآن الأولاد اللي عايشين في مكة، الآن أولاد العائلات المسلمة في مكة عبر السوشيال ميديا والفيسبوك وتويتر ما عم بوصلهم كل هذا الضخ والفكر الثقافي، ما يطلعوا، يطلعوا ماذا يحصل الآن في بلاد الحرمين. هذا عام، لكن في شيء أزيد من أكبر التحديات، هو أنه أبنائنا من المسلمين لما يعيشوا في بريطانيا أو في فرنسا أو في أوروبا بعامة أو كذا، هذه اللي ذكرتها أنا مقدسات، حريتك الشخصية، جسدك حريتك، العلاقة بالآخر، بدك تتناول مخدرات، بدك تشرب خمر، ما لم تؤذي الآخرين، ما كذا، هذه منظومة تنبع من منظومة فكرية كبيرة. طبعا إحنا عندنا، طبعا مش بس إحنا، حتى المسيح المتدين وحتى اليهودي المتدين نفس الشيء، لأنه المسيحي واليهودي مع المسلم يحرم الزنا، والمسيحي واليهودي مع المسلم يحرم المخدرات ويحرم الإجهاض ويحرم العلاقات خارج مؤسسة الزواج، مش بس فقط المسلم، لكن المسلم هو الأظهر والأشد تمسكا بهذا الاعتبارات عديدة جدا، يعني تعرفونها موطن الشاهد. الآن يأتي التحدي الحالي، التحدي الحالي، الحياة ناعمة هادئة، كثير من المسلمين إذا استثنينا، لما أحكي كثير، إذا استثنينا المهجرين قصرا اللي عندهم مشاكل خاصة زي حكينا عن الإخوة السوريين كان الله في عونهم، في نسبة طبيعية جدا هجروا قصرا، وجدوا نفسهم في أمريكا، في كندا، في فنلندا، في السويد، فصل بين الجيلين، مدارس عامة، فسرعة الانفصال بين الجيلين وضياع الجيل مرعب خلال سنوات بسيطة جدا عم بتضيع. لكن الوضع الطبيعي، الجسم الأغلب الأعم العام بيصير، التحدي من وين؟ التحدي الأكبر هو الحياة بعامة، حياة يغلب عليها المادية، الحياة بعامة يغلب عليها المنظومة العلمانية اللي من أركانها، من أركانها حرية شخصية مقدسة، العلاقة بالجنس الآخر بكل ما يشمل هذه التفاصيل مقدس، ممنوع تتدخل وإلى آخره، سواء من مخدرات، يعني مثلا كندا على سبيل المثال تعاطي نوع من أنواع المخدرات فيها قانوني بنسبة معينة، نفس الشيء مثلا هولندا إن لم تخني الذاكرة، لا أدري عن باقي الدول الأخرى، لكن مثلا هولندا وكندا قانوني تروح تشتري مخدرات، مخدرات حشيش وكذا إلى آخره، لكن بنسبة معينة ودرجة معينة ضمن شروط معينة لكنها قانونية. طبعا الخمر في كل الدول هذه مسموح قانونا بشرط تكون بعمر معين. طبعا العلاقات الجنسية، هنا نأتي لموضوع التحدي، وأكثر شيء بيعاني منه المسلمين بشكل عام في الغرب اللي هم ما يسمى المدارس العامة. المدارس العامة تدفع عليها مبالغ هائلة، نظام التعليم فيها أسلس، أريح، أحسن، التسهيلات والفعاليات اللي فيها أعلى، فيها مسارح وربما فيها مسابح، فيها ملاعب، فيها تعليم موسيقى ومختبراتها أكبر، ساحاتها أكبر، ملاعبها الرياضية أكبر، فهي فتنة فعلا. لكن منظومة التعليمية هي جزء من المجتمع، فمن أكبر التحديات اللي بيعانوا منه المسلمين، من أكبر التحديات إنه أولادهم يروحوا على مدرسة إسلامية ولا يروحوا على شو اسمه البابليك سكول، تحدي ضخم جدا جدا. طبعا بعرف بعض الناس انا بيخالفوني في هاي الشغله، بيقول لي عادي وبدنا، طبعا هلا واحده من اسباب الفتنه اللي انا شهدتها برايي على الاقل، بس بعض الناس ما بسموها فتنه، انا بسميها فتنه، انه بيقول لك يا اخي بدنا اولادنا يندمجوا في المجتمع، اسرع طريقه للاندماج هي يدخل بابليك سكول، فبالتالي ياخذ اللغه. هو صح بياخذ اللغه، نعم بيندمج نعم، لكن اطلع على الاثار الجانبيه، الاثار الجانبيه المدارس طبعا اكيد مختلطه، لكن حريه العلاقات الجنسيه مفتوحه بطريقه، والله لولا اني ما بدي اصدمكم يعني، ولولا انه صعب الواحد ان بابليك يحكي ايش بيصير في المدارس العامه بشكل عام بالغرب، انتم طبعا اكيد بعضكم سمع بيعرف، لكن بدك تعرف بنتك انت بتكون مبسوط انها محجبه، ما شاء الله الحمد لله محجبه وتحفظ القران، لكن المسكينه بعينيها في البابليك سكول شو عم تشوف كل يوم، عم ترى، ما بدي اقول لك ضم وتقبيل وتبويس، أقسم بالذي رفع السماوات بغير عمد، إنه بعض البابليك سكول في الغرب بالاستراحة بزوايا غرف تغيير الملابس تتم العملية الجنسية كاملة بين بعض الشباب والبنات. فتخيل ابنك وبنتك أبو 14 و13 لما يشوف بعينه، هو شو بده يصير بنفسيته أصلا، مثلا على سبيل المثال وين بده يوصل. طبعا في تحدي ضخم جدا 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 اسمه السكس إدوكيشن، التربية الجنسية، منطلقهم ضمن فلسفتهم العلمانية منطقي عادي جدا، لأنه الأمر مفتوح،
ما في عندهم حرام بهذا الموضوع، فبالتالي طبيعي جدا من الاعمار الصغيره ينبهوهم، بده يصير معك هيك، بدك تعمل هيك، هذا بس هذا هذا امن، هذا مش امن، استخدم كذا، اعمل كذا. هاي مشكله كبيره جدا عندنا، لانه احنا فقط المحلل عندنا وعند المسيحيه وعند اليهود هي بوابه الزواج. فبالتالي لما يروح على البابليك سكول ومن عمر صغير يسمع محاضرات، وبعض المحاضرات طبعا بطريقه علميه لكن بتفتح في الذهن شيء انت مش عارف كيف تضبطه كمسلم، ضخم جدا يعني. بل ياتوا بعض الاحيان باعمار صغيره قد تكون 10 او 11 مش عارف بالضبط السن، ياتوا باجسام ثلاثيه الابعاد ويقوموا بالشرح العملي لهم كيف تتم العلاقه بين الرجل والمراه وشو الطريقه الامنه. طبعا ما في نقاش، لا حلال ولا حرام، في طريقه امنه وغير امنه، استخدم كذا واستخدمي كذا. فتخيل لما يتعرض، انا شخصيا شكي لي من احدى المربيات بتقول لي لا ادري ماذا افعل مع فتاه، وهذا الحكي قبل ايام فقط، عم تستشيرني احدى المربيات في احدى المقاطعات هنا في كندا، بتقول لي ما ادري ماذا افعل بحصه تدريس لغه عربيه، جاءتني فتاه عمرها 12 سنه يعني صف سادس، عم تسالها بتقولها محجبه مجلبه بالفتاه وتحفظ القران، بتقول ما ادري كيف بدي اجاوبها على سؤال. صاحباتها في الصف بيسالوها متى خطتك، يعني ما هي خطتك، بديش احكي اللفظه بالانجليزيه لانها كثير شنيعه، ترجمه مضمونها ايش يعني كيف بدي احكي اللفظه المناسبه، قال متى تخططين لفقدان عذريتك. صاحبتها بالصف السادس كل يوم بيسالوها امتى ناويه، لانه النورم الطبيعي انه هذا بده يصير سونر اور ليتر، بس بتخطيطك مشان تنقي مع مين بده يتم. فانت تخيل هذا نمط النقاش وما قد يحصل في بعض الببليك سكولز ان جنرال في الغرب، هذا النورم، النمط النقاش المشاهد والمحكي فيه والمدرس. حجم التحدي كم يؤثر هذا على فكر اولادك وبناتك، كم يؤثر على تطوره الذهني والنفسي والاخلاقي والسلوكي بما له علاقه بسلوكاته تجاه الجنس. طبعا هذا باب من الابواب، باب عندك باب اخر انه في بابليك سكولز، بابليك سكولز اثناء الاستراحه بيكون الكل شاهد، وهذا مجمع عليه، انه بالفرصه بين الاستراحات رائحه الماريجوانا او رائحه، انا ما بفهم بتفصيلها شو المسموح ومش مسموح، اظن الماريجوانا والويد حشيش مسموح قانونا، فبالتالي رائحه الحشيش بالفرصه بين الحصص بتكون معبي المدرسه. طب ابنك لما يكون هذا تحدي، لاحظوا هذا تحدي، طب هذا من ضمن التحديات. فالعلاقه بالجنس الاخر تحدي، شرب الخمر تحدي، المواقع الاباحيه بما له علاقه لكل شيء مسموح تحدي، المدرسه العامه تحدي، العلاقه بالزميل والزميله والعلاقه الجنسيه بيناتهم تحدي، ما يسمى بالبير بريشر اللي هو الضغط المجتمعي، حتى لو ابنك انت مربيه وحتى لو بتقول له غلط وصح، بقول لكم بنت عمرها 12 سنه عم تتعرض كل يوم من صاحباتها بيقولوا لها امتى ناويه تفقدي عذريتك، بيسالوها يعني ايش خطتك للموضوع. تخيل بنت محجبة مصلية بتنسأل هذا السؤال من زميلتها كل يوم، أقل شيء بسأله نفسيتها شو بده يصير فيها، فقط نفسيتها شو بده يصير فيها، انسى انسى انها تنحرف، انسى بس نفسيتها شو بده يصير فيها، ما بالك بما هو أعلى. فأنا عم بعطي تصور، هذه تحديات. طبعا في عندك تحديات لما يكبروا شوي، يطلعوا يشتغلوا في أماكن عمل، يظهر دينه ما يظهره، يصلي ما يصلي. تخيلوا لما إذا ما أعطي، خلينا نحكي، الفرصة الكافية ليعتز بهويته ويبحث ضمن القوانين كيف يحافظ على حقوقه ويعترض على ما لا يريد بطريقة منطقية وواقعية و لا 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 whatever أشياء معينة ويطبقها، وين هويته تضيع؟ بعض الناس بصير يستحي يقول عن أنه أنا مسلم، فبالتالي ما بيصلي أمام الناس. هلا في المقابل أحكي لكم، هذا حكيت لكم التحديات، في المقابل الآن شو الحلول؟ بدي احكي الحلول واختم بعد ذلك اطلق الاسئله ان شاء الله من الاخ انور. الحلول يا اخوي يا اخوات، بدك تكون عارف انك انت امام تحدي ضخم. بدك تكون عارف انت انه هذا نمط حياتهم، انت لسبب ما اما الجئت تهجيرا او قصرا للمجيء للغرب، او جئت بنفسك بحثا عن فرصه ماديه افضل، او 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 في اسباب عديده، هناك من جاء بحثا، هناك من جاء دراسه وارتاح، هناك من هو مهدد في بلده قد يقتل او يعتدى عليه او يسجن، وهناك من هجر من بلده لانها دمرت، يعني الله يكون بعون الناس، اسباب عديده. جئت
في ثلاثية للحفاظ على الأبناء. هذه لا أقول مضمونة 100%، ولكنها تخفف احتمالية الضياع، إلى بدل ما تكون احتمالية الضياع 95% بننزلها ل 70 50، بننزلها ل 20 وقد نزلها 5%. ثلاثية كبرى المشهور فيها 2 وغير المشهور فيها 1، بدي أعمل تركيز عليه. المشهور فيها المسجد والمدرسة، وغير المشهور فيها علاقة الأب بالأم اللي بسموه البيت عادة. أنا إلي 2 سنين في كندا. لو أقول لكم عن حجم الاختلافات الأسرية اللي عم تقع بين الآباء والأمهات للي بيعيشوا في الغرب، من الاختلافات اللي قد تكون سطحية أو سخيفة، أو جذورها أمك وأمك وأختك وأختك وحماتي وحماتك وأبوك وأبوك، حكيت وما حكيت وعاجبني مش عاجبني، تتطور انه بصير في انفصال داخلي، لكن الشكل لانه عيب وبصير وعائلات ورانا. الاولاد عمليا بتربوا بدون رعايه اب وام، النفسيه مدمره، الجو ما في ود، ما في محبه، ما في اخاء، ما في احترام، ما في. وهؤلاء نسبتهم مش سهله، ترى مش سهله، موجود ناس خيرين لكن نسبه الخطر كبيره. فاللي بده اولاده ما يضيعوا، اولا رساله للاباء والامهات، صلح علاقتك بمراتك، صلحي علاقتك بزوجك. واحد بيقول لي انت عم تحكي على التربيه، نعم انا بقول لكم من واقع، انا لي 2 سنين في كندا عمالي بستمع جزء رئيسي من سبب وجودي هنا، انا باجي للاستشاري لحل المركز الاسلامي لحل المشاكل الاسريه والعائليه على مستوى كندا كلها، فبعطي دورات في الموضوع. اشي مهول حجم التفكك في داخل البيوت، مرعب مرعب. فإذا بدنا الحل الأول قبل أي شيء ثاني، اتق الله في زوجتك يا أيها الرجل، اتق الله في زوجك أيتها المرأة. بدي أقول إذا اتقيت ربنا واتقيت أنت ربنا في زوجتك وراعيت الحلول النبوية والكذا، ممكن 70% من الحالات لضياع الأولاد نحفظهم. هذا واحد بالمثلث. نقطة ثانية يا إخوة، المدرسة الإسلامية، والثالثة المسجد. لا حل لك بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلا أنك تدور على مدرسة إسلامية قدر الاستطاعة، خاصة عنده قدرة مالية، وفي كثير من المسلمين مقتدرين ماليا. واحد يقول لي المدرسة الإسلامية برامجها أقل، بعرف. المدرسة الببليك أفضل، بعرف فيها بعرف. يا أخي إحنا عم ندور على عدم ضياع دين ابنك وبنتك، ما عم ندور على مسرح أفضل وموسيقى أحلى وملعب كرة قدم أحسن، مش هون. أنا بدي الحد الأدنى، ما لا يدرك كله ولا يترك جله. هذه واحدة. طبعا في هنا جود نيوز كثير من الناس ما بتعرفها، على الأقل بحكي عن أمريكا وكندا لأني أعلم هذا، ما بعرف بأوروبا. في إشي هون عنده اسمه الهوم سكولينج. هوم سكولينج بسمح لك القانون تدرس في أولادك في المدرسة، وأنا برفع القبعة كما يقول باللغة البشرية للإخوة الباكستانيين تخصيصا. يا أخي الباكستانيين ربنا معطيهم قدرة مش معقولة، نفسي نتعلم منهم. بيطلعوا أولادهم من المدارس وبيحفظوهم القرآن وبربوهم، بيعملوهم بعدين بيرجعوهم للمدارس، وشو بيعملوا؟ بيعملوا هوم سكولينج لما بده يحفظ اولاده، بده خايفين على اولادهم بسبب ما. هوم سكولينج بيجوا 17 18 عائله مع بعض، تخيل 17 او 20 زوجه، تنتين منهم اصلا مهندسات فمحترفات بالرياضيات، 4 منهم معلمات كيمياء، 2 منهم معلمات لغه انجليزيه، 4 هم هوم سكولينج، 20 ام، الله اكبر. ما فيهم، اقول لك العشرين أم ولا واحدة فيهم معهم شهادة، مقتدرين ماليا كلاتهم، بروحوا بيستأجروا معلمين ومعلمات ضمن حصص في المسجد، تخيل، أو في بيوتهم في البيسمنت، مشان بمرحلة عمرية معينة يحافظوا. عندك بديل، عندك المدارس الإسلامية، ما في هوم سكولينج. ما قدرتش يا أخي على الأقل السبت والأحد، ما يسمى الساندي سكول أو الويك إند سكول، يعني ما لقى. واحد بيقول لي أنا قدرتي ما، الله يكون بعونك، ممتاز. طيب بتشتغل على المدارس الأحد لغة عربية كذا، طيب بتروح على المسجد؟ وهنا كلمة مسجد دير بالك، لما نحكي مسجد في الغرب مش بالمسجد زينا احنا في الدول العربية، عبارة عن جزء من وزارة الأوقاف، بيجي موظف بيفتح قبره ساعة بتصلي وتطلع، لا لا لا، هنا المسجد والمركز الإسلامي الحياة تدور حوله. هنا الأعياد، الأفراح، الأتراح، العزيات، العقيقة، المباركات، المناسبات، التجمعات، الاجتماعات، استقبال النواب في المنطقة، النقاش السياسي الفكري، المحاضرات العامة، لعب الأطفال، الرياضة، الصلوات، رمضان، قيام، كله في المركز الإسلامي والمسجد. يعني شوفوا، المسجد في الغرب يشبه المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فما بيزبط. للي واحد بيقول لي التحديات شو بدي أعمل، التربية مش لحالك بس أساسها أنت وزوجتك في البيت، الجو والبيئة والتفاهم والود والتراحم،
لكن بدك تعطي بيئة مسجد بالطريقة الغربية لابنك. ما بيزبط تقول والله أنا حابب أسكن في المنطقة الفلانية، والمنطقة الفلانية ما فيها لا مسلمين ولا عرب، لكن أنا حابب أسكن. يا عمي أسكن في منطقة فيها تجمع وفيها مسجد، وأربط نفسك بالمسجد، ادفع زيادة واشتري جنب المسجد، أو على الأقل حط ببرنامجك اتصلوا في المسجد. خلي أولادك وبناتك وأولادك وبناتك من هم صغار صحبتهم يتعرفوا عليها في المسجد، يعني ناس زيكوا بيصلوا، ناس بيجوا بهمهم الغلط والصح والحلال، فود والحرام والحلال. لأنه ابنك إذا حياته كانت public school، أصحابه مين بدهم يكونوا؟ أصحاب كل الثقافات اللي ما لها علاقة فيك. شيء طبيعي، ما بقدر ألومه. ابنك نمطه، فكره، هواه، رغبته، أصحابه بعالم آخر. كيف أنت بدك تحطه بالpublic school 8 ساعات 9 ساعات وأصدقائه من هناك، وتيجي بس تجيب لي ساعة بس على الصلاة الله أكبر؟ هواه، رغباته، لعبه هناك مش معك. فشيء طبيعي انه يضله ساكت خوفا منك او كذا. مجرد ما ياخذ حقه 16 17 18 بيقول لك روح عني انت وثقافتك وعبادتك كذا الى اخره. فهذه من التحديات، اذا بدنا نحلها بدنا نشتغل. طبعا هذا الكلام مش بس شكل نظري، لما احكي بيت ومدرسه بدنا نغرس الاسلام واقعا وسلوكا وعقيده وفكرا وتكاملا وتوعيه، مش بس انه انا باخده يوم الجمعه بصلي معي زي ما بنعمل في الدول العربيه. لا، كثير من الاولاد والبنات اللي ما بيتعرضوا لهذا الضخ المضاد بحيث انه ينصلح هويتهم وفهمهم وثقافتهم وحاجاتهم كامل كله، حتى اللي بيروح على المساجد العبادات عباره شكليه بس بالنسبه لهم، بس مجرد بروح على المسجد لكن ما عنده وعي، ما عنده كذا. بدكم تجيبوا ناس مختصين، تحطوا دورات لاولادكم في موضوع الاعتزاز بالدين. فهمي عقيدتي اساسي، الشبهات حول الاسلام، كيف اعتز بهويتي، نبحث مع بعض كيف نوفر لهم بدائل يلعبوا اماكن رياضه، بناتنا المحجبات نروح نستاجر المسابح الكبيره بساعات معينه خاصه بالنساء، وما يكون كل فيها الا البنات الملتزمات، لانه هنا مثلا على سبيل المثال مسابح مختلطه. في بدائل، في تجمع، تقدر القوانين تسمح لك، مش لك لحالك، لك ولغيرك، يعني هم مش ممتنين بس عليك، هم عم بيعطوا هذا الحق لك وللهندوسي وللسيخي ولليهودي وللمسيحي ولك الكل. فانت استخدم حقك، لكن خلي عندك هم للموضوع وهمه، ولا تقول والله انا بدي اياهم عشان يندمجوا، تروح تحطهم في بهذه البيئه وبعد ذلك تخسره. مش غلط تحطه بالبيئه جزئيا يتعرف عليها يندمج فيها، بس بعد ما تاسس ثقته هويته زينا زي اي ناس ثانيين. فالمثلث، بعيده، مثلث علاقتك بزوجتك، علاقتك بزوجك في البيت، البيئه، الكواليتي تايم، المحبه، العطف، الحنان، واعذروني نسبه رئيسيه من ضياع الاولاد والبنات الفكر المادي اللي بيسيطر على الاب والام. بيكون المسكين والمسكين لسبب ما جايين من بيئه شوي تعبانه ماديا، فهمه الاكبر بده يحوش وبده يعمل حساب بنك وبده يشتري بيت وبيتين وثلاثه واربعه، بده يعمل ماشي مش غلط. جمع المال من حيث المبدا بالحلال مش حرام، بس يا اخي ما تطغى يكون حلمك تكون بس مليونير وتنسى اولادك. اقعد معهم، وديهم على مدارس جيده، اقضي معهم وقت. فدير بالك انت لبين ما تجمع وترتاح ويصير في عندك فيلتين واربع شقق وتضمن مستقبل اولادك المادي، هم اولادك اصلا صاروا في عالم اخر. حتى لا يقع فينا في هذا الغرب زي في مثال بدي احذر منه هنا ويمكن اختم فيه تقريبا الى حد ما. هذا المثال كثير شديد وعنيف، بس مش موجود في الغرب اللي انا حكيت فيه، موجود في امريكا الجنوبيه. وبرجع بقول انا امريكا الجنوبيه ما عنديش خبره فيها، لاني ما لكن ظاهر اللي بعرفه اشهر جاليتين عربيتين مسلمين الاقدم هي اللبنانيه ثم الفلسطينيه، لدرجة بيطلع منهم رؤساء دول ورؤساء وزراء. لكن تعال أحكي لك عن التحدي من مقال انتشر انتشار كبير جدا لأحد المسلمي السنة في لبنان، هذا على أمريكا الجنوبية. فبدي أقرأ لك جزء من المقال شو قال مشان نعرف أنه الناس في الغرب إذا ما انتبهوا لفكرة كيف الثلاثية، ثلاثية عيلتك، زوجتك، ود، رحمة، سكن، محبة، كواليتي تايم مع مدرسة إسلامية ومتابعة، مع مسجد ومركز إسلامي ومتابعة، قد يحصل في كثير من أولاد الغرب اللي بدي أقرأ لكم إياه الآن. هذا مقال، بديش أحكي اسم العائلة أنا احتياطا حتى إنه إذا كانت معلومة ما فيها دقة. أحد بيقول صاحب المقال بيقول قال لي أحدهم اليوم لو كنت أملك ما يكفي للهجرة لهاجرت إلى أمريكا وليس إلى تركيا، ولن يكون هناك تأثير علي أو على أسرتي، فالعبرة بالتربية ليس بالمكان. طبعا هي وجهة نظرها،
أنا ما بتمناها كاملة، في بعض العبارات إلي تحفظ عليها، لكن بدي أخذ العبرة منها بجزء. يقول الكاتب: فكان لي أن أحذره، أي صاحب هذه العبارة، بأن اختيار المكان يعتبر من أصول التربية، ويقال اسأل مجربا ولا تسأل حكيما، وها هي تجربتي. الآن سيطرح هذا الشخص تجربته وهو من عائلة عربية مسلمة سنية لبنانية. يقول: منذ 9 سنوات ورثت، صاحب المقال، وظيفة مؤرخ عائلة كذا عن المؤرخ الذي في بيروت، فبدأت بشجرة العائلة وبحثت عن أفراد العائلة في كل أنحاء العالم أونلاين، إلى أن وجدت 5000 منهم، وصدمتني الأرقام. وإليكم الإحصاءات لكل من هاجر إلى تلك البلاد، بلاد الغرب. طبعا هو معبر عنها بنصه إلى بلاد الكفار. بيقول: من هاجروا منذ 100 عام 96% من ذريتهم لم تعد مسلمة. من هاجروا من عائلتنا منذ 80 عاما 75% من أحفادهم لم يعودوا مسلمين. من هاجر منذ 60 سنة 40% من أولادهم على النصرانية تخصيصا في أمريكا الجنوبية، أصبحوا مش فقط تركوا الإسلام، لا، أصبحوا مسيحيين. ومن هاجر منذ 40 سنة 25% منهم تركوا الإسلام. هذه عائلة عربية سنية لبنانية فقط، اللي هم 5000 شخص أجرى عليهم الإحصائية. من هاجر منذ 40 سنة 25% تركوا الإسلام. في الإكوادور، يكمل هو يقول، منذ 80 عاما هاجر إليها شيخ وبنى أول مسجد فيها من عائلتهم، وسعى لتربية أولاده على الإسلام، لكن اليوم لا يوجد ولا حفيد واحد من أحفاده على الإسلام. تخيل، شيخ عربي سني مسلم لبناني هاجر إلى الإكوادور قبل 80 سنة، أحفاده ولا واحد فيهم مسلم. على موضوع خطورة إذا ما تابعت. يكمل هو يقول: وهذه حال كل العائلات. وعلى الصعيد الشخصي، يتحدث عن نفسه هو، بيقول: فقط من أحفاد جدي صار عندنا 16 شخص من أصل 48 ليسوا على الإسلام. تخيل، حوالي الثلث. بيقول: عيلتي أنا لوحدي 16 من 48 من الأحفاد ليسوا مسلمين بسبب عيشنا في أمريكا، وأنا أمريكي منذ 40 سنة. صاحب المقال بيقول: في الإكوادور يوجد 98% من أحفاد عائلته اللي بتحدث عنها أصلا من العائلة الفلانية في بيروت، هم أصلهم مسلمو السنة بيروت. بقول: فقد هاجر الأجداد عام 1923، تخيلوا، قبل 97 سنة، واليوم كل أحفادهم تقريبا صاروا نصارى، تحولوا إلى الديانة المسيحية في الأكوادور. بقول هو يكمل: قل تعرفت على جورج وكريستيان وأميلو، هدول أولاد عمه، بل أقنعت أميليو أن يأتي إلي إلى لم شمل العائلة في أضنة تركيا، وبمساعدة مالية مني لكي يتعلم تاريخ أجداده الإسلامي، فوالله ما اكتشفته بعدها يدمع القلب. هذا تجربة لعائلة في أمريكا الجنوبية، عائلة عربية مسلمة سنية. بيكمل بيقول: الشاطر يتعلم من أخطاء غيره، وأنا نصحت ولا توجد هذه الأرقام بين من هاجر إلى بلاد المسلم لا من قريب ولا من بعيد ويسأل إلى آخره. أنا أخذت جزء منه، طبعا هذا لاحظوا المتحدث، طبعا أنا حتى أكون منصف، أنا لا أخذ كلامه كله على إطلاقه، ولا أقول بعدم جواز الهجرة للغرب على إطلاق، أعوذ بالله. أنا نفسي هيني واحد قاعد بكندا، يعني أنا هي القضية، إنه القضية وين الرسالة؟ هذا يتحدث، هذا عائلة عربية مسلمة بيروتية لبنانية هاجر جدهم الأكبر قبل 100 سنة 97 سنة. تخيل الآن غالبية أحفاده الآن مش مسلمين، والغالب منهم أصبحوا مسيحيين في الإكوادور. فالآن أنت عم تحكي، طبعا إذا بدي أفترض، أنا ما بعرفش بعلم الاجتماع شو تعريفهم للجيل، هل هو كل 10 سنين ولا كل 20 سنة ولا كل 5 سنين. لو بدي أفترض الجيل 20 سنة، فعندنا 5 أجيال، ماشي؟ خلال 5 أجيال خلص كلهم طلعوا برا عمية الدائرة. أنا اللي عم بقوله، طبعا في شغلة ديروا بالكم، هؤلاء الناس لما هاجروا، مثلا معلوماتي اللي بدي أحكيها لا مش متأكد منها كثير، لكن أنا ظاهر معلوماتي إنه أكثر شعب عربي هاجر من دولته إلى العالم طواعية ليس إجبارا هو الشعب اللبناني. يعني إن لم تخني الذاكرة، قرأت مرة أو سمعت إنه غالبية الشعب اللبناني خارج لبنان، وكثير منهم هاجروا يعني مغامرة، رغبة، حبا، هم تجار شاطرين جدا، ويبدو عندهم الرغبة في السفر، وفي بعض الأحيان أسباب سياسية ومشاكل بأوقاتهم، لأنه
هجرة بعضهم من أيام الدولة العثمانية، لأنهم من أقدم العرب المهاجرين في العالم، وموجودين في أفريقيا، وموجودين في أمريكا الجنوبية، وموجودين في إحدى الصدمات اللي ما بتعرفها الناس. أقدم وجود للإسلام في كندا من قرية لبنانية سنية في 1882، نسيت اسم القرية، حكولي عنها لكن نسيته. 1882، وجاءوا من أمريكا لكندا في مقاطعة ألبرتا في مدينة إدمنتون 1882، وبنوا مسجد اسمه مسجد الرشيد. فالآن من التاريخ الكندي والتراث الكندي العريق بيحطوا صورة، أظن مجسم أيضا، مسجد الرشيد في إدمنتون ألبرتا، واللي بناه ناس من مش عارفه اسم شخص ولا اسم العائلة الرشيد، لبنانيين مسلمين سنة 1882، تخيلوا لبنانيين، وكأنهم قيلوا خمسة لبنانيين جاءوا مما نعرفه أمريكا الآن إلى ما نعرفه الآن كندا، قبل أكثر من 150 سنة. قديش تقريبا 150 سنة، نعم. فتخيل حجم موطن الشاهد. هلا تجربة بعض العائلات اللبنانية اللي سبقونا كلياتنا في موضوع الهجرة، مروا بظروف احنا لسه ما شفناش غير مقدماتها الآن، خاصة احنا معظمنا اللي عم نسمع ونخاطب الآن هي أجيال اللي هاجرت، إما الآن أنا عم بخاطب اللي عم بيسمعوني الآن لايف، فهم إما اللي هاجروا بالسبعينات أو الثمانينات أو التسعينات، أو أولادهم اللي انولدوا تسعينات و2000 وجاي. فأنا عم بحكي على منطقة متوسط 35 40 سنة. هؤلاء مروا ب 100 و120 سنة، فبعضهم الآن الجيل الثالث والرابع والخامس والسادس ما لهمش علاقة في الإسلام. حلو، أتعلم من التجربة. في واقعيات طبعا، بس في نقطة ثانية لازم أنبهها ولازم أخط من باب أكون منصف يا إخوة. الناس بيقول لك هل يجوز ما يجوز؟ يا جماعة، ما هو ثلاث أرباع اللي عايشين في الغرب كمان غصب عنهم رايحين، هم رايحين. يعني لو اطلعنا على 3 شعوب تخصيصا، العراقيون والسوريون والفلسطينيون، في غالبهم مضطرون. الفلسطين، ما تطلع فلسطين في بلد على كوكب الأرض ما هجروا إليها، يعني وخاصة أهل غزة طلعوا، وين بده يروح يعني؟ وين في دولة أصلا عم تفتح له بابها مثلا؟ أو إذا بدنا نروح على الإخوة العراقيين والإخوة السوريين، العراقيين من حوالي 20 سنة وموجات ولو تهجير وقتل وذبح وتفجير، وين بده يروح؟ ما هو عم يتذبح ببلده، عم بيتذبح أصلا. فما باجي بزاود عليه هل يجوز ولا يجوز، ما هو ما أصلا عم بيندبح ببلده، هاي واحدة. والسوريين الآن من حوالي متوسط 9 سنين وجاي الآلاف، ما هي يا عم بنذبحه كيماوي وبرام بالباراشوتات نازل عليهم. ففكرة المزاودة يجوز ويجوز، احنا تجاوزنا قضية يجوز ويجوز. هو أصلا سيموت في بلده ويغتصب عرضه في بلده ويقتل في بلده، فخلينا نتجاوز. طبعا لما أقول ضربت الشعوب الثلاثة لأنها مشهورة جدا كشعوب، هذا لا يعني أنه في شعوب أخرى فيها أفراد مضطرين. بكل الدول العربية يوجد أسباب سياسية وأمنية، هناك من المطاردين، وهناك من محكومين بالسجن، وهناك أنظمة قمعية وديكتاتورية. كل هؤلاء الناس بمجموعهم قد يشكلوا 50% من المسلمين بالغرب، ديروا بالكم. مش كل الناس بده يرجعوا على بلاده، في ناس ما عنده مكان اصلا الا البلد الغرب اللي هو فيه. فانا ما بجي بقول خلص يحرم الجلوس في الغرب، خلص ارجع على بلدك. يرجع وين؟ العراقي يروح وين؟ السوري يروح وين؟ كثير من الفلسطينيين يروحوا فين؟ كثير من الجزائريين يروحوا فين؟ والتوانسه قصه طويله، العهد قريب جدا التوانسه. طب ما هو يعني من ايام الحبيب بورقيبه وزين العابدين بن علي، عشرات السنين والعلمانية المتطرفة في تونس تذبح وتقتل وتسجن وتعذب، ومشردين الإخوة التوانسة الموجودين في فرنسا وموجودين في بريطانيا، وإيش يند له الجبيل. فالموضوع مش ببساطة، بس يا أخي لا يجوز. مش هيك هو قدر كثير من الناس ممكن ينطبق عليهم، أفلم تكن أرضي واسعة فتهاجروا، نسيت كمالة الآية، بس فكرة الهجرة مضطر للهجرة هي نقطتي. أما وأنك كنت مضطرا إما ماليا أو أمنيا ديكتاتوريا قمعيا، ما دام موجود في تحدي هيك عرفت التحديات. طب في حلول؟ طبعا في حلول، في حلول. قلنا حل الثلاثي، حل الأسرة، زوجتك زوجك، ترباية عائلة، كواليتي تايم، وقت نوعي، عطف، حنية، الألوية لسه مادة، مدرسة، مركز، جالية، تجاوز الأخطاء، تكاتفوا مع بعض، اتعاونوا، حطوا فلوسكم وافتحوا مدارس بدل ما تستثمر في البنوك والمؤسسات ويصير عندك 17 فيلا و18 مصنع. يا اخي حط جزء من اموالك انت واربعه من كبار الاثرياء، افتحوا بدل المدرسه 10 وجيب فلوس، افتح مدارس، جيب متخصصين، جيبوا حمله شهادات عليا تفتح لكم المدارس، استثمروا في التعليم زي اي شيء اخر، ما هي استثمار في العالم كله. في حلول، فيه بدك هم وهمه وتقوى من الله مشان تحفظ. فكر، خلينا ناخذ درس من هذه العائله اللبنانيه او من بعض الاخوه اللبنانيين المسلمين
نشوف بعض احفادهم كيف راحوا، نخطط كيف نضمن احفادنا واحفاد احفادنا باذن الله يبقوا على الخير ويستخدموا الخير اللي فيهم، يكون لهم اسهام رائع جدا في الغرب. وصلى الله وسلم مبارك. انا خلصت البطاريه عندي يعني. الله يعطيك العافيه انور، انا تعبت، وفي روايه لصديق السوداني انا تعبته. الله يعطيك العافيه ويبارك فيك ويجزيك الخير. وانا والله مستمتع جدا، يعني المحاضره مش فقط التربيه، هي مزيج ما بين التربيه وما بين التاريخ. يعني المقدمه دكتور اللي قدمتها كانت رائعه جدا للامانه، يعني الله يبارك فيك. طبعا اخي للامانه مقدمتي ليست علميه اكاديميه، مقدمتي عامه اعلاميه، اما التدقيق والتفصيل فيه تفاصيل مهوله، وطبعا وله مكان اخر، لكن احنا في جلسه بين قوسين اعلاميه، اكثر منها دعويه، اعلاميه دعويه وليست علميه اكاديميه متخصصه. نعم. طيب دكتور انت اذا تعبان وما بدك ناخذ اسئله ما في اشكال، اذا بدك ناخذ سؤال سؤالين. يعني اعطيني ما, ما 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 تعتقده طيب ما تعتقده اهم الاسئله، لانه عندي التزامات طيب. كثيره ولا لا اخفيك. طيب البعض بيحكي انه المقدمه التاريخيه او المعرفه التاريخيه في الوجود الاسلامي في بلاد الغرب مهمه، كما انت يعني تفضلت. نعم. نريد مثلا كتاب او نرجع حتى نرجع له نفهم هذا الامر، هل يوجد برنامج، هل يوجد كتاب نفهم على الاقل حقيقه وجود الاسلام في اوروبا؟ أبي هذا السؤال شو صعب لما انسى لهي السؤال. لا يا دكتور. لا لا يعني مرجع، يعني انت تعلم انا اللي حكيت لك اياه في المقدمه هي خلطه طبعا. قراءه ومعاناة. نعم. ومتابعة واستماع وجلوس، وما بين كتب وما بين أونلاين وما بين جلوس شخصي وما بين محاضرات امتدت على 30 سنة. نعم. فأنا مش قادر أرجعك لمرجع معين يعطيك، هي هو منظومة ضخمة جدا، جزء منها تاريخي، جزء منها سياسي، جزء منها فكري، لكن يعني والله مش عارف من أبلش. سؤال كبير. تعرف دكتور في بعض السلاسل دكتور محمد موسى الشريف تكلمت عن الثورة الفرنسية والثورة المصرية ومن ثم فصلت في الموضوع. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. لكن يا أخوة خليني على الأقل على الأقل على الأقل أنصحكم بشخص تقرأوا له بعض، تدخلوا على، أو خليني أقول إذا بدنا نحكي تاريخ بدك تفهم جزء من تاريخك أصلا، أنت أصلا أصلا تاريخك أنت. نعم. قبل ما تفهم التاريخ بس هيك شوي، يعني أنا من أروع الشخصيات اللي رأيته يكتب في علم التاريخ الإسلامي وإله بصمة علمية راقية بلغة حديثة، الدكتور علي الصلابي. نعم. علي الصلابي إله إسهامات قديمة وحديثة، ويأتي بعده بالدرجة الدكتور راغب السرجاني. طبعا الدكتور علي الصلابي برأيي أعمق أقوى وأرسخ في التحقيق، لأنه أصلا أصول دراسته هي كلها علوم شرعية، أصلا هو محقق. نعم. بعلم السند أيضا في عملية الدراسة. وجزاه الله خير. نعم. دكتور راغب السرجاني. فبالآن كتب راغب السرجاني، ومش غلط مشان تدخل على التاريخ الحديث والمتوسط تقرأ كتبه هو والراغب السرجاني عن موضوع الدولة العثمانية والحروب الصليبية وصلاح الدين، لأن هذا بيعطيك جزء من التاريخ وأوروبا الحديثة، وهي التداخلات هاي كلها على الأقل بتدخلك على هذا العالم مع مراجعهم. يعني علي الصلابي، راغب السرجاني. طبعا راغب السرجاني اللي ما بحب الكتب عنده موقع The Story of Islam، قصة الإسلام بالعربي وبعدة لغات أخرى مترجمة أونلاين، ومقسمه لأجزاء مبسطة بيحكي لك عن التاريخ القديم والتاريخ الحديث بطريقة رائعة جدا جدا جدا. فاللي بحب عالم الاونلاين واول باول والوجبات المتعوب عليها ومترجم، راغب السرجاني قصه الاسلام منها ينطلق. بعد ذلك اذهبوا واسالوا متخصصين بالتاريخ عن تاريخ كل حقبه معينه، لانه في عندك التاريخ الاندلسي لحاله، انت بدك تفهم علاقه المسلمين باوروبا واوروبا بالاسلام، عالم التاريخ الاندلسي لوحده هذا شيء عجيب جدا غريب. إذا بدك تعرف إشي عن تاريخ الأندلس مشان تعرف أصل أثر المسلمين على أوروبا، كمثال هيك سريع جدا جدا جدا، بدي أدلكم على كتاب، أنا هذا من الكتب اللي ما أنهيت قراءته لسه، لكن فيه خير عجيب جدا في مقدماته. كتاب اسمه ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان للدكتور محمود علي حماية. ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان محمود علي حماية، والحمد لله الكتاب حوالي 380 صفحة.
لكن مقدمة الكتاب اللي بتتحدث عن تاريخ المسلمين في الأندلس وأثره بالمدارس الفكرية وأثره باليهود والنصارى فكريا وسياسيا في المقدمات هي تقريبا 60 ل 80 صفحة، تغنيك عن 50 كتابا في التاريخ. نعم زبدة. أنا أنصح، وهي موجود أونلاين PDF، عفوا شو اسمه، يعني مجانا الحمد لله، اعمل له رايت كليك داونلود حطه، واعمل حصة درسية اقرأ منه ربع ساعة كل يوم بس، فقط أقول لك الذي لا يستطيع يقرأ بس من هذا، بصير في عندك تاريخ وفكر وسياسة وعلاقات وأديان. مر الله يجزيه الخير دكتور محمود علي حماية، أظنه دكتور مصري، جزاه الله خيرا، لخص تلخيص. طبعا أنا اهتمامي بالكتاب لأنه عن ابن حزم، طبعا بالنسبة إلي، وابن حزم هو مؤسس علم مقارنة الأديان. لا نزاع على كوكب الأرض أن مؤسس علم مقارنة الأديان شرقا وغربا، ويضرب له السلام في أوروبا، ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل، وليس الفصل، الفصل في الملل والنحل، اللي عاش في القرن السادس تقريبا أو الخامس عفوا الهجري، اللي هو عم نحكي قبل قديش تقريبا 900 سنة، بظن خربط هجري وميلادي أنا، خامس 900 تقريبا، قبل حوالي 1000 سنة تقريبا. على كل حال هذا أحد الكتب، للي حابب اقرأ بس أول 60 صفحة، شوف حجم المعلومات التاريخية التي ستستمتع بها على السريع. إذا راغب السرجاني The Story of Islam أو قصة الإسلام، ومحمود علي حماية ابن حزم ومنهجه مقارنة الأديان المقدمة، لكن أنا شبه متأكد اللي عنده حد أدنى من رغبة في العلم إذا بلش في الكتاب لن يتركه. واللي حابب التأصيل العلمي التاريخي الإسلامي لي تاريخ الإسلام، البدايات، التطور، الدولة العثمانية، الحروب الصليبية، تاريخ الخلفاء بمجلدات متعوب عليها علميا بطريقة رائعة جدا، بل السيرة النبوية كاملة، الدكتور علي الصلابي. علي الصلابي، نعم. كتاب على فكرة الدكتور علي الصلابي، وأنا محبوس في السجن في الانفرادي، بعثته لي زوجتي هدية ولم أكن قد قرأت عنه شيئا، 1200 صفحة قرأته من الجلد إلى الجلد، تعرف أنا انفرادي قاعد أربع حيطان مسكر علي، 1200 صفحة في السيرة النبوية، أظن ربما أخذها مما لا يقل عن 300 مرجع، مسحت 1200 صفحة مرتين تقريبا حسب ذاكرتي، والله أدخلني في عالم السيرة بدروسها بطريقة علمية، جعلني أنتقل من عالم إلى عالم. هذه هيك شذرات، يعني أنا أعطيت هيك بوابات، الباقي كله كوكتيل. نعم طيب الله يبارك فيك. طب سؤال سريع، شكل البعض عم بتابعنا من كندا، فلما جبت سيرة المدارس الإسلامية سألك هل هناك مدارس إسلامية تنصح بها في كندا؟ لا محدد مكان، كتب هيك السؤال يعني. هذا طبعا هذا السؤال لا يجوز أجاوبه إعلاميا، لأنه هذا السؤال بيسوي مشاكل، أنصح فيها فقد يفهم أني أنا بذنب الآخر، ما بزبط يعني، صعب، لكن يجتهد كل في منطقته ويسأل. وديروا بالكم بدي أحكي شغلة، والله أجري على الله ما بعرف عاد كيف الناس تفهمه ولا تفهمه، عم بحكي لأهل كندا الآن تخصيصا وأهل أمريكا تخصيصا. يا إخوة المدارس الإسلامية عليها حرب، مش حرب إعلامية، لا لا لا، حرب من بعض المسلمين، سببها هذا تحليل الشخصي، خبرة الشخصية، لا أعمم، لا أتحدث عن قانون الآن، أقول اكتشفت بالمناقشة والحوار والمعاتبة لبعض المسلمين المقتدرين ماليا يرفضون وضع أولادهم في مدارس إسلامية وهم مقتدرون وهم متدينون، حجة بعضهم ولا أعمم، يا أخي زيها زي غيرها، فيها ناس بتعاطى مخدرات، زيها زي غيرها، في شباب وبنات بيعملوا ديتينج يعني مواعدات، فتحت هاي الحجة اللي أنا بعتبر الشيطان ضحك عليهم فيها، بروح برمي كل خير المدرسة الإسلامية النسبي، بودي ابنه وين؟ إلى مدرسة أخرى. يا أخي إحنا ما قلنا عنهم صحابة، لكن أنت هل تتخيل الفرق بين إنه ابنك وبنتك مستحيل بالمدرسة الإسلامية وهو ماشي بالكرادور على زاوية الكرادور يرى صديقه وصديقته بيمارسوا العلاقة الجنسية كاملة وممكن كل يوم هذا يشوفه، هذا مستحيل في مدرسة إسلامية، بينما في مدرسة عامة ممكن يتعرض له يوميا،
طيب في مدرسة الإسلامية لو بدي أعتبر أولاد بعض الناس فاسدين، موجود طبعا في ناس بيكون مسلم وملتزم ومصلي وزوجته ملتزمة، لكن ابنه منحرف وبرود وجايبه من مدرسة منحرفة، ممكن فإجي زي السوسة بده يخرب، ممكن بمجرد ما ينعرف يقيد يتابع يعاتب يؤنب يفصل مع إلى آخره. بيحاول طبعا بتصير بمدارس إسلامية في بلادنا، ببلادنا بتصير، يعني مش شيء غريب، لكن المنظومة ضد هذا الانحراف، لكن المتابعة إن علموا بيعملوا له مينيمايزنج، بيقللوه. بيفترق عن مدرسة إذا ابنك وبنتك فيها، بنتك عمرها 11 سنة صاحبتها قالت لها إمتى مخططة تفقدي عذريتك، وعم بحكي لك عن أمثلة واقعية أنا الآن، فالمسكينة قررت تجرب شو يعني فقدان العذرية، إجت بتسأل أبوها شو، راح ضربها كف، بلغت للمعلمة إنه لما سألت بابا السؤال ضربني كف، في احتمالية 70-90% خلال أسبوع بنته تؤخذ منه والدولة تأخذها وتوديها لعائلة ثانية. يا سلام، هذا كله جنبوه. هلا أنا تحليلي الشخصي، بعض الناس ببالغوا بهذا الموضوع وبكبروه بيعتبروه زي سبب مانع وإلا مشان ما يودوا مدارس إسلامية، وبعضهم، وهذه أجري على الله، تحليلي الشخصي، بعضهم اللي بيخليه يعمل هذا الحكي بده يدافع عن نفسه بتقصيره. ليش مدرسة إسلامية؟ يا أخي مدرسة إسلامية ما فيها ساحات، يا أخي ما بيعلموا موسيقى، يا أخي ما بعرف 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 بعرف، يا أخي ما هي الأولوية عندنا الآن الهوية والحد الأدنى من الدين مشان الله. أنت رايح فين؟ هو بده يحافظ على البرستيج مثلا، بده يحافظ على إنه أنا وات ايفر، في عند بعضهم، ها ما بعمم. ف إذا جوبها بالموضوع كيف بده يدافع عن تقصيره؟ ما هي مدرسة إسلامية مش كويسة، فبيروح تأنيب الضمير من عنده بإنه أنا طبيعي اسمه، هي كلها زي بعض، خل أخو الخردل يعني ما حدش يلومني. فبضطر بحيلة نفسية شعورية لا إرادية يهاجم المدارس الإسلامية. الآن أنا الوحيد اللي بعذره، مين الوحيد اللي بعذره؟ اللي وضعه المادي مغلق تماما، خلاص مش قادر، لا حول ولا قوة، حتى هؤلاء بعض المدارس بتراعيهم. لكني رسالة بوجهها لكل أهل الخير اللي عندهم فلوس، يا جماعة اجتمعوا كل 10 أشخاص اعملوا بزنس مدرسة، يا جماعة جيبوا متخصصين دنيا وعالم، استثمروا، مش 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 صدقة، تتصدقوش، بزنس استثمار، والله بتكسب كمان. أقول لك طبعا يا أخي خلي زكاة أموالكم إن شاء الله، بدنا نتعاون على هذا الموضوع بشكل عام. نعم. طيب السؤال الأخير، هذا طول عليك دكتور، بس أنت أشرت لجزء من جوابي السؤال هلا راح أحكيه، لكن هو تكرر والبعض مهتم فيه، يبدو أنه سؤال المشكلة عندي بده يطلع برا. أم أو أب مش عارف يسأل، يقول أنا الآن في بلد عربية، وضعي المادي مش مستقر، لكن محافظ نوعا ما على هوية أبنائي، وعندي فرصة أني أخرج للخارج وسيكون هناك مردود مالي ممتاز، لكن لربما أفقد هوية أبنائي، شو اللي بتنصحه، يبقى على الوضع المادي هذا أم يخرج؟ شوف أخي، هذا السؤال نظري كثير، على أرض الواقع هي مش أبيض وأسود، مش هيك الواقع، مش هيك. أنا بقول تضع أمامها تقوى الله أولا، وتدرس الواقع بالمعنى المنطقي لأي درجة ما دام في وضع مادي جيد، وهذا أمر أنا ما بدي أنفي أهميته، لأي درجة بقدر أخفف من احتمالية الضرر. يعني وضع مادي معناته هل يمكن أنا مثلا أسكن في مدينة قريبة من المدينة اللي فيها وضع مادي جيد، لكن عيلتي تكون في مدينة قريبة لأنه فيها مدرسة إسلامية ولأنه الوضع المادي جيد، أشتري سيارة ممتازة تكون فور ويل اس يو في وامشي في الثلج ودنيا عالم، وتكون غاليه جدا لاني بروح وباجي وما عنديش مشكله في البنزين، فرضا كونه وضعي المادي جيد بيستاهل اني انا اروح واجي كل يوم او مثلا وضوع مدرسه ومسجد وبيئه، اذا هنا ما دام وضع مالي جيد ابحث وين تستاجر او تشتري او تسكن كاولويه لعائلتك وتكون قادر على القرب منهم. ها بدها تدرس اخي، ما في، انا لو بعطي جواب عام الان يا اما بخدعها للاخت الفاضله صاحبه السؤال، يا اما بضيع عليها فرصه قد يكون فيها الخير، فحرام ما بدي اظلمها. انا بعطي قاعده عامه لانه بالتفاصيل الدقيقه الموضوع بيطلع وبينزل اخي الكريم، انه في عندك في ناس بمكانهم لو بقوا، خاصه خلينا نكون منطقيين الان، في كثير من الاخوه اللي عايشين ببعض الدول البتروليه عم ينطردوا، اذا مش الان بكره، اذا مش بكره عاد بكره، ما عم بيطلعوهم. هلا هذا المنطق بيقول بدك تستنى ليطردوك وبعدين تقعد بالشارع؟ لا، اطلع بسرعه لحق، اذا في فرصه وتعال امريكا الله يكون بعونك، ما هو بلدك بدها تحبسك وهذول بدهم يطلعوك لانه بدهم يطلعوا الوافدين او الاجانب، فاذا عندك فرصه، لانه بالاخير
بالاخير بطلت قضيه هويه وما هويه، قضيه بدك تاكل مش مثلا بالشارع مثلا ولو توقعا، فله ان يخطط بسرعه. طيب هلا هذا واضح بده يحط جزء من الحسابات، لكن انا على مين بعتب؟ بعتب على اللي بيكون وضعه المالي جيد او عنده القدره يخطط ويغير اماكن عيشه، السكن وقرب مسجد او مدرسه او جاليه، فبيفضل من باب يريح حاله من السواقه او يريح حاله من دفع زائد او يريح حاله من شويه حرج وتعب، بياخذ على الاريح. الاريح تعني ضياع اولاده وتوفير فلوس، دير بالك. ها طبعا احدى اخي اخطر، وهي طبعا يسامحوني راح يسمعون الان بالذات الاخوه، حكيت عنها، انا بثيت حلقه على الهواء قبل فتره، كان دنيا صيف، بثيتها من جنب النهر في مدينه ميسيساغا حوالي ساعه ونص على الهواء، تحدثت فقط عن الاشكاليه اللي عم بتصير مع بعض، وهذا البعض عدده نسبته مش سهله، بالذات الاخوه والاخوه بالاخوه اللي الله يكون بعونهم، ربنا ابتلاهم بشيء انه بيشتغلوا بالخليج تخصيصا، اصولهم قد يكونوا من لبنان او سوريا او فلسطين او الاردن، فبيكونوا بيشتغلوا في الخليج من سنوات، وضعهم المالي ممتاز، فبيطلع لهم بكندا اقامه، بيجوا بيجيبوا عائلاتهم، بيجيبوا اولادهم، بحطوهم في المدارس، بسكنوهم باحسن مكان رائع. بيجوا بده يشتغل هون ما بتزبط معاه. بتخيل مثلا بيكون رئيس قسم طبي في مستشفى في السعوديه، راتبه الشهري بين 15 و 20 الف دولار امريكي. راتب الشهري. وقد يصل ل 25 الف بالشهر. فبيجي هنا النظام الكندي في العمل معقد معقد معقد، يعني لازم انت ممكن تكون طبيب فول بروفيسور استشاري رئيس قسم في السعودية، تيجي هنا منظومة النقابات الطبية بتلزمك تدخل في بروسيس معين، تتدرب، ممكن تتدرب عند واحد بطبقة طلابك بيلزموك بطريقة معينة، يعني لا تاخذ ترخيص معين، كثير من الناس ما بتحملوا، بقول لك ايش كيف، نعم انا رئيس قسم تحت ايدي 70 طبيب من اشهر طبيب العالم، راتبي 25000، اجي سنتين اتدرب عشان اخذ ورقه ويعطوني 1000 و2000 و3000 وكذا، فما برضى. شو بيعمل؟ بكل طيبه الان الخطه من حيث المبدا ما بتلومه، شو بيسووا بعضهم؟ بيشتري بيت ممتاز، بحط مرته واولاده، بدخلهم باحسن المدارس، وبتركهم وبرجع وين؟ على الخليج او على السعوديه. ليش؟ بيضلوا بشغله، بصير يجي مرتين في السنة أو ثلاث مرات في السنة أو مرة في السنة، بضل يبعث لهم فلوس. شو بيصير الآن عند البعض؟ الأم فجأة بتلاقي حالها بغربة، وضع مادي مريح نعم، مرتاحين نسبيا نعم، لكن الميل فيجر does not exist. الأب مش موجود معاي، فبيبلشوا يدخلوا في الحياة المادية والحريات الشخصية واللغة والكذا، ما عم تلحق، هذا مراهق وهي مراهقة وهذا أصحاب أول من هون، يبدأ توصل ولا بدها تجيب ولا بدها تدير بالها ولا بدها ما كذا، فبصير تفقد السيطرة شوي 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 من بعيد. وطبعا من بعيد بدهاش، إذا الأب عصبي وإذا بدهاش تنكد عليه والله يجزيه الخير عم بيشتغل وبيبعث لنا، ولما يجي فترة محدودة جدا شو بده يلحق يسوي؟ كلها 15 20 يوم بده يرجع على شغله، بهدى اللعب، ما بيشوف أشياء بالضرورة، ولأنها شوي شوي بتصير كذا، ما بيلحق حاله، وإذ العيلة راحت، ولاده في جهه، بنات، صارت عند البعض. وهذه الظاهره اقلقتني لدرجه، انا طبعا ما بعرف، انا مش شكاوي اللي عم تجيني، انا قاعد عشرات الحالات بتطلع بقول يا ربي الله يكون بعونهم. لذلك نصيحه لوجه الله تعالى، اخي الكريم، ايها الاب، ايها العربي الذي تسمع لساني وتفهمه، ممن فتح الله عليك وتستطيع تعيش بالحد المتوسط بل الادنى في كندا مع اولادك وتربيهم وتتابعهم، ارجوك لا تدور على 20 و30 الف هناك وتتركهم هون، ارجوك احتماليه ضياع اولادك عاليه، ما هذا بامر الله، طبعا ممكن زوجتك تكون قدرتها عجيبه وقدر الله في لك عيله هون، قدر الله في بيئه، حالات خاصه استثنائيه، عم بحكي على القاعده العامه، لاني انا سمعت ورايت ما لا استطيع البوح به، لانه انا عشيره بوح طبعا لانه في خصوصيات للناس، ما بقدرش احكي قصص وامثله، لكن بجنرال انا ارجو من الناس ما يكون معيارهم الاكبر انه ما بيقدر ينسى عن المستوى المادي اللي متعود عليه في الامارات، المستوى المادي متعود عليه في السعوديه 25 30 الف، لا 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 لا، لا. انزل 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 اخي، كل خبز وزيت زعتر انت واولادك وكذا، بس تابعهم،
خليك معهم، امشي معهم خطوة خطوة، اغرس فيهم، امشي معهم، روح معهم، ربيهم، ادير بالك، اتق الله. هاي نصيحة لوجه الله تعالى للقادر. اللي عنده ظرف شخصي الله يكون بعونه باختصار. نعم، الله يبارك فيك يا دكتور ويكرمك. حقيقة الأسئلة كثيرة، بس أنا يعني الوقت طال، ولعلنا يعني يمكن في بث آخر نستقبل منها. الله يعطيك العافية ويتقبل منا ومنك، ويجعل ما تفضلت به يعني في ميزانك. الله يبارك فيك يا دكتور. الله بدك يكرم. تحكي إيش، ختامي ولا ننهي؟ لا والله الله يجزيك، اصلا ما ضلش بطاريه احكي، انا عم بحكي معك باخر، تعرف البطاريه، بطاريه الدوريسيل اللي ماسكها زي كذا، انا باخر شيء يعني، لو تار عندي راحت والصوت راح والبطاريه خلصت خلاص. الله خلاص يعطيك يا زول، العافية. الله جزاك يبارك الله فيك، خير. نلتقي. الله يبارك فيك. لا أبدا دكتور أمجد، نلتقي غدا مع الأستاذ أحمد السيد، والله يعطيك ألف عافية يا أستاذ أمجد قرشة. الله يبارك فيك ويكرمك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بس السلام إذا عليكم. تكرمت احتياطا احتياطا، ربما الآن مئات لم يسمعوا مقدمتك، قل لهم ما هي أكاديمية عون بدقيقة، نعم شان نعم صفحتي، الذي شان دخل صفحتي تعرفوا عليها. نعم نعم الله يبارك فيك. اللي دخلوا متأخرا، لأن أنا بالبداية قدمت مقدمة. ما هي أكاديمية التعاون؟ ما هي هذه الصفحة التي يعني نحن بها؟ هي اختصارا محاولة لإيجاد بيئة طيبة وتربوية للأبناء، وراح يكون لها شقين بإذن الله. شق هنا في الأردن، أنا من الأردن، أكاديمية التعاون في الأردن، يعني في الجاردن تحديدا، لأن البعض بيسأل وين المكان، في عمان. راح يكون في نادي واقعي قرآني تربوي، عليه جهود تربوية إن شاء الله، يعني فيها من الخير ما فيها. والشق الثاني اللي اظن يعني يهم يعني غالب اللي عم بيشاهدنا الان، لانه غالب اظن من برا عم بيشاهدنا الان، هو نادي الكتروني عبر الاثير، عبر اللابتوب، عبر التابلت، عبر التلفون، للابناء باوقات محدده لكل الناس عايشه في الغرب، يقوم عليه ان شاء الله اخوه واخوات، نحسبهم من اهل الخير ونحسبهم من اهل التربيه، يدرس الابناء، يعرف الابناء. يعني البعض، انا كنت اطلع بالتعليقات بكتب طب انا ما عندي بيئه، ما في حولي مسجد. اظن ان اكاديميه عون باذن الله بيئة جيدة وطيبة لكي تحتوي الأبناء، حتى لو من خلال هذه الأجهزة، لكن على الأقل هي يعني بديل لشيء غير موجود للأسف. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله يبارك فيك يا دكتور أمجد قرشة. الله يجزيك الخير، الله يكرمك، أشكرك أخ أنور، وأكرر أبدا، الله يسلمك. افتخاري بك وبكل الطلاب اللي ربنا أكرمنا ودرسناهم أمثالك وأمثال الإخوة والأخوات اللي نعتز فيهم، وإن شاء الله نلقاكم بأعلى المناصب التوجيهية والتعليمية في العالم إن شاء الله بإذن الله. آمين فتح الله آمين. عليكم الله وتقبل يبارك الله فيك. منكم وجزاكم الله ألف خير. سلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة. السلام السلام عليكم. عليكم. سلام. اللهم صل على سيدنا محمد. حياكم الله يا اخويا اخوات، اهلا وسهلا بكم. فعلا انا تعبت من كثره المحاضرات العامه والعالميه، ما عاد في مشكله التزام قبل والتزام بعده. الله يجزيكم خير، يعطيكم الف عافيه. بقي معي دقائق للصلاه انا. اللهم صل على سيدنا محمد. جزاك ما شاء الله عشرات 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 الكومنت، مستحيل 360 كومنت، شو بدي اجاوب عليهم هذول؟ طيب جزاكم الله خير، سامحوني 360 كومنت عندي، لو انا بس بدي امر عليهم بس اقراهم بدي بدي خمس لعشر دقائق مرورا، اذا بدي اجاوب خمس اسئله منهم بدي حوالي ربع ساعه. ف بالله عليكم يا اخوي اخوات، لا تنسوني من دعائكم، ولا تنسوا والدي رحمه الله الذي توفي قبل خمس سنوات، من الدعاء ان ربنا يجعل ان شاء الله، يا رب اذا الله تقبل مني يجعل ميزان جزء من هذه الخير باذن الله في ميزان حسنات والدي ووالدتي، الله يحفظها ويخلي لكم ابائكم وامهاتكم، ادعوا لها يعني بالصحه والسلامه والتوفيق، وربنا يتغمدها برحمته. وادعوا لي بالقبول، والا نقبض او تقبض ارواحنا الا وهو عنا راض. واعينونا اذا تكرمتم علينا بالنشر، انا يعني انا جهدي اني اقرا، افهم، الخص، اكتب، احضر، احكي. بعد هذه اللهم صل على سيدنا محمد. عن جد تعبت على فكره، عم بحكي معك وانا مش قادر، عن جد عم بطلع الكلام. فساعدونا بنشر الفيديو، نشر اللي هو البث هذا، الله يجزيكم الخير، لانه لوغاريتمات الفيسبوك رائع، انتم عم بتحطوا تعليقات ورائع، بتحطوا لايك، جزاكم الله خير، لكن الاقوى الاقوى هو انك تشير. مجرد ما شيرت الفيسبوك نفسه بيصير يساعد عمليه انتشار، نوصل الكلمه لاكبر عدد من الناس نستطيع، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته.
الله يجزيك الخير ويكرمكم وبارك فيكم، لا تنسونا من دعائكم. لمن يسأل أنا من أين أبث، أنا موجود في كندا، شرق كندا، مقاطعة أونتاريو، وفي مدينة اسمها أوكفيل بجانب ميسيساغا، وهي بشرق جنوب تقريبا، خلينا نحكي الجنوب الشرقي من كندا. حياكم الله، لا تنسونا من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.